شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. في حي من أحياء الهامش بالرباط ولد عادل بوخاتم قبل 27 عاما. كان أكبر الأبناء الخمسة لأسرة عبد السلام بوخاتم الذي كان يعمل صباغا. وكما أسر كثيرة في أحياء الهامش، كانت أسرة بوخاتم تكد وتجد لتوفر لأبنائها حدا من التعليم يمكنهم من الانعتاق من جاذبية الفاقة. ولكن الحالة الصحية لعبد السلام بوخاتم تدهورت، ولم يعد بمقدوره العمل وتوفير ما تحتاجه أسرته. وكما يحدث في أسر فقيرة كثيرة، اضطر الابن الأكبر عادل إلى التوقف عن الدراسة. كان في السنة الثانية في كلية الحقوق. في أواخر تسعينيات القرن الماضي كانت بطالة حملة الشهادات قد اتخذت لها ملامح واضحة، ولذلك صعب على عادل بوخاتم أن يجد عملا يتناسب مع مستواه التعليمي. قضى عاما كاملا يبحث عن عمل، وفي نهاية المطاف اضطر إلى التنكر لمؤهلاته العلمية على تواضعها ليزعم أن لا مستوى تعليمي له. وقتها فقط تمكن من الحصول على عمل، وظفته الشركة التي تتولى تدبير المفوض لنظافة المدينة. في لغة العامة صار عادل بوخاتم زبالا. في الأيام الأولى لتسلمه هذا العمل الذي لم يحلم به من قبل، كان يحرص على التنكر بأن يضع على رأسه قبعة أو أن يضع نظارات سوداء من الحجم الكبير. كان يخشى نظرات رفاق الدراسة أو الجيران الذين قد يصادفونه وهو يجمع القمامة وينظف الشوارع. ولكن شعوره ذاك لم يدم طويلا. في نهاية الأمر ما يهمه أنه تمكن بفضل هذا العمل من أن يوفر حدا أدنى من متطلبات الأسرة وأن يساعد إخوته على مواصلة الدراسة. خلال عام كامل واظب عادل بوخاتم على العمل بجد، ولم يعترض سبيله أي مشكل يعيق ترسيمه. كل شهادات المراقبين إيجابية في حق هذا الشاب الذي لم يكن كثير الكلام. في صباح 9 مايو من العام 2001 في حدود 8 صباحا، بينما كان عادل بوخاتم في شارع الشفشاوني يدفع عربة الأزبال، استوقفه رجل في منتصف العمر، كان أنيق الملبس. ظن عادل أن الرجل سيطلب منه معلومة ما، ولكنه فوجئ به لما توقف وهو يطالبه بأن يرجع إليه محفظته. لما سأله عادل عن أي محفظة يتكلم، أجابه الرجل الأنيق بأنه يعني تلك الحقيبة التي سرقها من سيارته. حاول عادل بوخاتم أن يقنع الرجل بأنه ربما أخطأ الشخص الذي يطلبه، ولكن الرجل الأنيق الملبس قال إنه رأى عادل بوخاتم يمر بعربة الأزبال قرب سيارته. كان الرجل الأنيق يصرخ في وجه عادل الذي التزم الصمت. سريعا تحلق حولهما جمع من الفضوليين. كان عادل يلتزم الصمت منذ أن بدا له أن الرجل يلصق به تهمة السرقة. كان أخشى ما يخشاه الشاب بوخاتم أن يساء فهم موقفه من قبل إدارة شركة النظافة، وأن يترتب على ذلك تعليق إجراء ترسيمه الذي كان يعني له علاوة في الأجر الشهري ستسعد أسرته الفقيرة حتما. فجأة توقفت عند ذلك الجمع دراجة نارية صفراء، تلك التي يستعملها مراقب شركة النظافة. شق لنفسه طريقا بين الفضوليين. سأل الرجل عن سبب نزاعه مع عامل النظافة، فرد بأنه سرق منه حقيبته التي كانت في سيارته هناك، وأشار إلى المكان حيث كانت السيارة مستوقفة. كانت هناك أمام بناية مهجورة خاربة. لما اتضح لمراقب شركة النظافة أن عامل النظافة متهم بالسرقة، اتصل بالشرطة. بعد حين حضر مفتش إلى شارع الشفشاوني، أمر بأن يساق عادل بوخاتم وعربة الأزبال إلى المفوضية، وطلب من الرجل الأنيق أن يلتحق بهم هناك. تفرق الجمع واستعادت حركة المرور انسيابيتها في شارع الشفشاوني. استمع رئيس الدائرة الثانية إلى التقرير الشفوي لمفتش الشرطة الذي تدخل في هذه النازلة، كما سجل تصريح المشتكي الرجل الأنيق.
كان الوضع يقتضي تفتيش عربة الأزبال التي سيقت إلى مقر الدائرة الأمنية بكل ما حملته من قمامة. كان الرجل الأنيق مصرا على أن الزبال عادي بو خاتم دس تلك المحفظة في عربة القمامة على أن يخرجها فيما بعد. كان الرجل واسمه بشتر رواس، وكان من كبار المقاولين العقاريين في المدينة، كان يقول إن ما يهمه ليس ما في الحقيبة من مال، ولكنها الوثائق التي توجد بها. قال إنه ركن سيارته في شارع الشفشوني ونزل يعاين البناية الخربة هناك، حيث كان ينوي بناء عمارة جديدة. يذكر أنه ترك السيارة مفتوحة وأنه في لحظة ما تذكر المحفظة، ولما عاد إلى السيارة لم يجدها، ورأى عامل النظافة وهو يدفع عربته غير بعيد. أكد المقاول الشهير أنه رأى الزبال من قبل وهو يلتقط الأزبال بمحاذاة سيارته. في باحة دائرة الشرطة كانت عربة الأزبال. أمر العميد رئيس الدائرة عادل بوخاتم بإفراغها، ولكن عادل رفض، قال إنه الآن متهم بدون أي سند وأنه لن يقوم بإفراغ العربة. العبارات التي كان يستعملها الزبال أثارت انتباه العميد، فالشاب بوخاتم كان يستعمل عبارات لا يلجأ إليها إلا ذو حد أدنى بدلالات بعض المصطلحات القانونية، ولذلك أمر العميد أحد المفتشين بالقيام بالمهمة القذرة. تم إخراج ما تحمله العربة كومة بعد كومة. لم يكن المفتش يخفي تقززه مما يقوم به. وصل العملية حتى أخرج كل ما في العربة، ولم تكن محفظة المقاول الأنيق في جملة ما تم إخراجه. كان على العميد أن يقدم تقريرا إلى ممثل النيابة العامة الذي أمر بإخلاء سبيل عادل بوخاتم. لم يتم العثور على المحفظة، بل إن العميد نصح المقاول الأنيق بشتر رواس بالاعتذار لعامل النظافة، ولكن الرجل أعرض وأصر على أن عادل بوخاتم وحده الذي مر قرب سيارته حين ركنها في شارع الشفشوني. لما خرج عادل من مقر دائرة الشرطة وجد في انتظاره مراقب شركة النظافة، كان على متن دراجته النارية الصفراء معتمرا خوذته المكورة السوداء. طلب منه أن يلتحق بمقر الإدارة. كان على عادل أن يسوق عربته إلى المستودع قبل أن يعرج على مقر الشركة. لما وصل وجد المقاول الرواس قد سبقه، كان في حديث مع مدير الموارد البشرية. من خلال حديثهما ظهر لعادل بوخاتم أنهما يتعارفان. لم يلبث أن تأكد لديه ذلك من خلال اللهجة الصارمة والحازمة التي خاطبه بها. زجره ولم يدع له متنفسا يعبر فيه عن موقفه. قال له إنه موقوف عن العمل إلى أن تظهر حقيبة السيبوشتر. هكذا أردف المقاول الأنيق أنه لا يطلب سوى الوثائق التي كانت في تلك المحفظة وفي جملتها شيكات. أبعد من ذلك قال لعامل النظافة إنه يعده بمكافأة قدرها 10,000 درهم إن هو أعاد إليه الحقيبة. تعامل معه الرجلان وكأنهما موقنان بأنه من سرق المحفظة. خرج عادل من إدارة الشركة يقاوم دموعه، هو يعلم أن فقدان العمل يعني الكثير من المتاعب له ولأسرته. سلم أمره لله وغادر المكان. مضى إلى مكان يشرف على البحر، جلس يتأمل المحيط، صار يسترجع شريط الذي حدث صباح ذلك اليوم. تذكر أنه لما كان بالقرب من البناية الخربة في شارع الشفشوني رأى طفلا يلعب في المكان. تذكر أن الطفل الذي كان في 8 أو 10 بدا وكأنه يريد إخفاء شيء ما في ملابسه. سأل عادل نفسه لما لم يتذكره حين سيق بعربته المملوءة بالزبالة إلى مقر دائرة الشرطة. عرج على الدائرة وطلب مقابلة العميد. أبلغه بأنه سيتولى بنفسه إثبات براءته مما يزعمه المقاول بشتر رواس. طلب منه رقم هاتف ليتواصل معه حين يجد جديد. لما عاد في المساء إلى البيت قص على أخويه أحمد والمصطفى ما حدث له صباح ذلك اليوم. طلب منهما أن يساعدا في تنفيذ خطة ستثبت براءته. في صبح اليوم التالي
قصد برفقة شقيقيه إلى شارع الشفشاوني. تفرقوا في مواقع مختلفة في محيط البناية الخريبة، وبعد نحو ساعتين ظهر الطفل الذي رآه عادل يلعب هناك صباح أمس قبيل اتهامه بسرقة محفظة المقاول. توجه الصبي إلى البناية الخاربة ودخلها، بدا وكأنه متعود على الدخول إليها. تبعه عادل وطلب من أخويه أن يقفل كل المنافذ. أحس الصبي بخطى تتبعه فانزوى تحت سلم العمارة الخاربة، كان ركنا مظلما. تبعه عادل وأمسك به، كان يصرخ، كانت في يده محفظة، وعلى الأرض تبعثرت أوراق كانت بداخلها فيما يبدو. حاول الصبي الإفلات ولكنه وجد شقيقي عادل له بالمرصاد. هاتف عادل العميد رئيس دائرة الأمن. بعد دقائق حضر الضابط ومعه اثنان من أعوانه. كان عادل في الانتظار، دلهم على مكان الصبي، كان هناك بجانبه الحقيبة وعلى الأرض أوراق مبعثرة. اقتيد الطفل إلى مقر الدائرة ورافق عادل عميد الشرطة الذي ما أن وصل إلى مكتبه حتى اتصل بممثل النيابة العامة وأبلغ بالتطورات التي عرفتها قضية حقيبة المقاول بشت الرواس، كما اتصل بهذا الأخير وطلب منه الحضور. كانت الحقيبة فوق مكتب العميد، تسلمها المقاول فحصها، وجد كل أوراقه ومبلغا من المال قدره 10,000 درهم كان قد دسه في جيب خفي داخل الحقيبة. بحضوره أعاد الطفل ما قاله للعميد، قال إنه كان يلعب بالقرب من البناية الخريبة وأنه لما مر بالقرب من السيارة لاحظ وجود الحقيبة، لاحظ أيضا أن إحدى النوافذ غير مغلقة. بسرعة أخذ الحقيبة ودخل إلى البناية الخريبة. قال إنه فتشها ولم يعثر سوى على أوراق، تركها هناك وفي الغد عاد ليفتشها من جديد علّه يظفر بشيء ما. لحظتها قال الصبي أمسك بهذا الرجل وأشار إلى عادل. كان على المقاول أن يتدارك الموقف. رافق عادل بوخاتم إلى إدارة شركة النظافة. كان الشاب بوخاتم ينتظر أن يلتمس إعادته إلى عمله، ولكنه أبلغ صديقه مدير الموارد البشرية بأنه قرر أن يوظف عادل في مقاولته كمسؤول على تدبير الموارد البشرية. كانت تلك الطريقة التي أراد بها أن يرد الاعتبار إلى عامل النظافة. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. خلال حرب العام 73 العربية الإسرائيلية، حرب أكتوبر، كثفت الوكالة اليهودية والمنظمات الموازية لها أنشطتها ودفعت أعدادا كبيرة من اليهود إلى مغادرة أوطانهم إلى إسرائيل عن اقتناع أحيانا ونتيجة ترهيب في حالات أكثر. غادرت مئات العائلات اليهودية أوطانها في العالم العربي وتوجهت إلى إسرائيل. كانت طرق الرحيل ملتوية تحفها أعمال تمويه كثيرة، وهكذا غادرت المغرب عدة عائلات يهودية. في جملة تلك العائلات التي رحلت عائلة بينيتو التي كانت تتألف من الأب عازار بينيتو ومن الأم وتسعة أبناء وبنات. كان أصغرهم يدعى يوسف، وكان في العام 73 900 و1000 يبلغ من العمر 13 عاما. اشتهر عازار بينيتو في الدار البيضاء إذ كان موسيقيا بارعا ومغنيا ذا صوت متميز. كان فضلا عن الملحون يجيد الموسيقى الأندلسية. لما استقرت هذه العائلة اليهودية المغربية في إسرائيل في تل أبيب تحديدا، لم يتسنى لابنها الأصغر يوسف أن يتابع الدراسة. ولما لاحظ عازار أن ولده يوسف يحب الموسيقى ويعشق الأندلسية منها، جعله يرافقه في كل الحفلات والمناسبات التي يدعى للغناء فيها، وخاصة في مساكن اليهود المغاربة. وقد أبان عن قدرة كبيرة في التعلم وحسن الأداء، وكان له صوت يساعده في ذلك، وسرعان ما ذاع صيته
وصار ذا شهرة في أوساط اليهود المغاربة إن في إسرائيل أو عبر العالم. ما ناله يوسف بن عازار بنيتو ساعده على الحصول خلال بضع سنين على الجنسية الأمريكية. يذكر وقد صار ابن الثلاثين الآن أن كل الحديث في منزل أسرته في تل أبيب كان يتركز حول المغرب. كان والده يحكي عن سهرات الدار البيضاء وأعراسها وأفراحها وعائلاتها المعروفة. كانت ذكريات غير واضحة المعالم تماما بالنسبة ليوسف، وقد ولد كل ذلك في داخله رغبة جامحة في العودة إلى المغرب. كان حصوله على جواز السفر الأمريكي يسهل عليه العودة إلى البلد، وكان مانعه من قبل ما كانت تروج له الوكالة اليهودية والمنظمات الموازية لها من أن كل يهودي يعود يحاكم ويسجن. في العام 90-900 في ربيع ذلك العام زار يوسف بلده الأصلي للمرة الأولى منذ أن رحلت عنه أسرته. في الدار البيضاء بحث عن أقران له كان يلعب معهم أيام الصبا، وقد استطاع أن يلتقي عددا هاما منهم رحبوا به وسرهم اللقاء به. وكانت تلك الزيارة مناسبة للقاء بعدد من العازفين والموسيقيين الشباب، وأيضا أولئك الذين عمل معهم والده. فكر يوسف في إحداث جوق للموسيقى الأندلسية. في زيارات لاحقة تسنى له تشكيل الجوق الذي قدم عدة عروض وسهرات في الدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة ومكناس وتطوان. فاجأه الإقبال الذي لاقته تلك العروض والسهرات، وذلك ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالعودة والاستقرار في المغرب. قام يوسف بن عازار بنيتو بتصفية كل أعماله في تل أبيب وعاد ليستقر في المغرب. سعى إلى الحصول على وثائق الهوية المغربية، تقدم إلى مكتب الحالة المدنية الذي يوجد في المقاطعة حيث كانت تسكن عائلته، ولكن اسمه لم يكن مدرجا في سجلاتها. كان ينوي رفع دعوى قضائية، غير أن الحوار الذي أجراه مع قائد المقاطعة مكن من الاهتداء إلى أن عائلة بنيتو سكنت في الماضي في المدينة القديمة، ولذلك تم توجيهه إلى مقاطعتها الإدارية حيث وجد عائلته مدرجة في السجلات. تمكن يوسف من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية ثم على جواز سفر. النجاح الذي كانت تلاقيه فرقته جعله يصاب بالغرور. اتخذ لنفسه اسم شهرة هو يوسف العائد، واختار لفرقته اسم جوق العيد. كانت الأسر الثرية تتهافت على التعاقد معه لإحياء حفلاتها، وصارت تتنافس على وده العشيقات، وصار يرى أن أي امرأة لن تستطيع الصمود أمام غوايته، وصار يمعن في الإغراء والتحرش، وخاصة في حفلات الزفاف التي كان يدعى لتنشيطها. في إحدى تلك الحفلات وقعت عينه على فتاة جميلة كانت برفقة شقيقها، كانت في 16. كان وهو يجول بين الموائد يغني يتعمد الوقوف عند مائدتها ليردد مقاطع بها إفراط في الغزل. كان يقف مطولا يتغنى بشعرها ومفاتنها. استغل توجه شقيقها إلى الحمام فاقترب منها ودس في يدها ورقة كتب فيها رقم هاتفه. في نهاية الحفل اختار بنوع من الترصد أن يجلس في المائدة التي جلست بها الفتاة الحسناء وشقيقها. كانت نظراته تطوقها تحاصرها وتولد في داخلها شعورا غريبا. ودعها بأن قبل يدها، قال لها إلى اللقاء. كانت رسالته واضحة. لما استيقظ في الصباح وجد في مذكرة هاتفه رقم هاتف اتصل به عدة مرات متتالية. اتصل بذلك الرقم، كانت الفتاة في الجانب الآخر. ذكرته بأنها لمياء، تلك التي كانت في حفل الزفاف. أيقن يوسف بن عازار أن الطريدة وقعت في الشرك. حدد لها موعدا في مقهى معروف في وسط المدينة. في ذلك اللقاء لم يمض في حديثه أبعد من حدود إبداء الإعجاب. تحدث أكثر عن نجاحه الفني وعن جولاته في المغرب وخارج المغرب.
ثم في لحظة ما باغتها بأن أعلن اعتذاره عن البقاء لأنه على موعد هام. قال وهو ينهض إنه سوف يعيد الاتصال بها فور أن تسمح أجندته بذلك. انصرف يوسف. في المقهى كانت عدة أعناق قد اشرأبت لترى من تلك التي جالسها يوسف العائد المغني المعروف. عادت الفتاة إلى المنزل وقد أحست بأنها لم تنل من يوسف ما كانت تنتظره. لم يمكث معها طويلا وكانت تلك طريقته في تحضير الفريسة. بعد بضعة أيام اتصل بها وحدد لها موعدا. دبرت مع إحدى صديقاتها غطاء لتبرير مبيتها خارج منزل العائلة. توجهت إلى العنوان الذي حدده يوسف. قضت معه الليلة كاملة. كانت لا تقدر حجم الخطر الذي يحدق بها. سلمته نفسها وفي الصباح أيقنت أنه ذهب بعذريتها. لم يلتفت إليها لما بكت. طلب منها أن تعجل بالرحيل لأنه على موعد هام، وقال لها إنه لا يملك وقتا يضيعه في مثل تلك التفاهات. كانت صدمتها قوية. ذاك الذي تغزل بها على مسمع من الملأ وسعى إلى التقرب منها يرى أن بكاءها على عذريتها وشرفها من التفاهات. كان يريد التخلص منها والإلقاء بها خارج شقته الآن وقد استنفذها. اتصلت لمياء بوالدتها وطلبت منها الحضور إلى حيث هي. في تلك اللحظة غير يوسف بن عزار من لهجته وبدأ يحاول استرضاءها بكلمات عذبة، هدفه أن يدفعها خارج الشقة لينكر كل صلة له بها. لما حضرت والدتها واكتشفت ما هي عليه اتصلت بزوجها وأبلغت بالذي حدث للمياء. لم يكن وقتئذ من سبيل سوى طلب حضور الشرطة. كان العميد هشام العامري رئيسا للدائرة التي يوجد بها سكن يوسف العائد هو من تولى الأمر. توجه شخصيا رفقة بعض مساعديه إلى الشقة. كان أول ما استنتجه أن الفتاة تبلغ من العمر 16 عاما وأن هناك ضرورة لعرضها على الطبيب لإثبات افتضاضها. تم إلقاء القبض على يوسف بن عزار بنيتو واقتياده إلى المفوضية للاستماع إليه. حاول أن يمرر رسائل تهديد مبطنة من قبيل أنه نجم معروف وأن لديه علاقات مع جهات نافذة. تجاهل العميد تلميحات المغني فقد عودته السنون التي أمضاها في الشرطة سماع مثل تلك التهديدات. لما استيقظت في الصباح اكتشفت لمياء ذات 16 ربيعا أن يوسف العائد ذهب بعذريتها، وقد أصابتها صدمة قوية لما رأته يطالبها بالتعجيل بالرحيل عن شقته. كانت تبكي إذ قال لها إنه لا يملك من الوقت ما يكفي للالتفات إلى مثل تلك التفاهات. وقتها فقط اكتشفت أن يوسف المغني الذي سعى إليها يريد التخلص منها الآن وقد استنفذها. اتصلت بوالدتها وطلبت منها الحضور فورا. دلتها على عنوان الشقة التي كانت توجد بها. لم يستطع يوسف بن عزار بنيتو أن يرغمها على مغادرة شقته إذ كانت تهدد بالصراخ وكان هو يحرص على تفادي الدخول في مشاكل مع جيرانه. لما حضرت والدة لمياء وعلمت بالذي حدث اتصلت على الفور بزوجها وأخبرته بما تعرضت له ابنتهما، ولم يعد من حل ممكن غير إبلاغ الشرطة. عرج والد لمياء على مقر دائرة الشرطة التي توجد شقة يوسف العائد في مجالها الترابي. كان على رأس تلك الدائرة العميد هشام العامري المعروف بحنكته وكفاءته، وقد قرر أن يتولى الأمر شخصيا. رافق والد لمياء إلى الشقة. كان أول ما استنتجه أن الفتاة تبلغ من العمر 16 عاما بما يؤكد أنها قاصر. كانت لمياء تحتمي بوالدتها وتتقي نظرات والدها. قرر العميد العامري التأجيل بعرض البنت على طبيب لمعاينة صدق ما تدعيه بشأن افتضاضها. رافقتها مفتشة شرطة تدعى علي الشاطر إلى المستشفى بينما ألقي القبض على يوسف العائد وسيق إلى مقر المفوضية. لم يكن يتصور أن الأمور ستتطور إلى حد القبض عليه،
ولم تجد كل تلميحاته إلى أنه رجل معروف وله علاقات مع أناس نافذين. كان العميد العامري قد تعود على مثل تلك المواقف، ولذلك لم يعر أدنى اهتمام لما كان يلوح به يوسف بن عزار. ما كان يهم العميد هو الكشف عن الحقائق. حاول يوسف العائد أن يتملص من مسؤوليته فيما حدث، وزعم أن الفتاة لمياء إنما حضرت إلى شقته بمحض إرادتها وأنه لم يرغمها على أي شيء. كان العميد على اتصال مع الوكيل العام للملك يبلغه بسير التحقيق أولا بأول في انتظار التوصل بشهادة الطبيب التي ستكون عنصرا حاسما في تحديد مسؤولية جناية الاغتصاب، بل وفي إظهار عناصر التشديد التي تستوفيها الحالة، إذ الضحية قاصر دون 18 وفق الفقرة الثانية من الفصل 486 من القانون الجنائي. كان العميد ينتظر التوصل بالشهادة الطبية التي في حال إثبات الافتضاد سيكون يوسف مؤاخذا بموجب الفقرة الرابعة من الفصل 488، أي مستحقا عقوبة بالسجن من 20 إلى 30 عاما. وقد جاء التقرير الطبي وفق ما توقعه العميد هشام العامري الذي اكتفى بتسجيل أقوال الظنين يوسف بن عزار بنيتو، حيث يعترف بمضاجعة الفتاة بما يستدل به على وقوع جريمة الاغتصاب المقرونة بالافتضاد، وإن كان الظنين لم يعترف صراحة بافتضادها لأن إرادة الفتاة بتسليم جسمها له منعدمة لأنها قاصر ولا تقدر الخطر الذي عرضت نفسها له. أحيل يوسف العائد على الوكيل العام للملك الذي لم يجد صعوبة في متابعته بما ورد في محضر العميد رئيس الدائرة، حيث أثبت الجناية ضد يوسف العائد الذي قد لا يكون أحس وقتها بخطورة الموقف الذي يوجد فيه إلا حين مثل أمام هيئة المحكمة. كان قد استعان بعدد من المحامين المعروفين الذين لم يتمكنوا من إثبات براءته. قضت عليه المحكمة بالسجن 20 عاما، وقد أكدت محكمة الاستئناف ذاك الحكم، وصار على يوسف المغني الذي كان يحسب أن علاقاته ستنقذه أن يواجه واقعه الجديد كسجين محكوم عليه بالسجن 20 عاما. لم تنتهي القصة بعد. أمضى يوسف بن عزار بنيتو عامه الأول في السجن يخطط للفرار، شتان بين السهرات والأضواء والزنزانة التي يقبع فيها الآن. هو يعلم أنه لم يظلم، ومع ذلك لم يتقبل الجزاء. كان يحاول الاتصال مع كل من يظن أنه قادر على مساعدته على الهروب. كان يحلم بالهروب والعودة إلى إسرائيل. كان ليوسف بن عزار رفيق في الزنزانة أوحى إليه بفكرة جهنمية، وسوس له أن يعلن اعتناقه الإسلام وأن يطلب يد الفتاة التي افتضها. قال له إن ذلك هو سبيله الأوحد للخروج من السجن. تعلم الوضوء والصلاة وجهر بإسلامه، وهو ما دفع إدارة السجن إلى أن تعرض أمره على المجلس العلمي للدار البيضاء. وقد تولى المجلس إحضاره يوم الجمعة إلى أحد المساجد، حيث أعلن إسلامه بعد الصلاة ونطق الشهادتين. يومها عاد يوسف بن عزار إلى السجن وقد صار رجلا مسلما رسميا على الأقل. أعاد الاتصال بمحاميه وطلب منه السعي لدى والد لمياء تلك التي ذهب بعذريتها ولدى الوكيل العام للحصول على إذن الزواج منها. الذي غاب عن يوسف العائد أن لمياء تزوجت من أحد أقاربها وطويت الصفحة. هكذا يأس يوسف من مخرج ادعاء الإسلام. كان مصرا على الفرار وانتقل إلى خطة أخرى. استقدم من فرنسا شخصا كان يعرفه وكان خبيرا في تزوير جوازات السفر ووثائق الهوية، واتفق على أن يحضر له هذا الشخص جواز سفر مغربي حقيقي لمواطن مغربي، وأن يعمل على استبدال صورة صاحب الجواز بصورة يوسف بن عزار. صرف من أجل ذلك مبلغا هاما من المال تولى إحضاره أحد الحراس. كان الشق الثاني من خطته يعتمد على إقناع إدارة السجن بأنه مصاب بمرض الصداع النصفي الحاد والمزمن. وصف له طبيب السجن مهدئا، غير أنه تفنن في التظاهر بأن ذاك الدواء لم يجد نفعا،
وتسنى له بذلك الحصول على ما كان يسعى إليه، أن يعرض على طبيب متخصص ما لبث أن سيق إليه تحت حراسة مشددة. وصف له الطبيب دواء وحدد له موعدا جديدا لفحصه بعد أسبوعين. كان ينتظر توفر جواز السفر، وكان في الآن نفسه يدبر المرحلة الثالثة والأهم من خطة الهروب. وجد في أحد الحراس لقاء رشوة شريكا له، وكان ليوسف صديق يداوم على زيارته، وقد اتفق معه أن يهيئ له شقة ويأتيه بفتاة. كان الحارس المرتشي قد هيأ الظروف لتمكينه من التسلل، وقد جعله يوسف يطمئن إلى أنه لن يخاطر بعمله بأن أوحى إليه بأنه سيلازمه خلال الفترة التي سيمضيها في تلك الشقة. كان الرجل الذي يزور جوازات السفر قد حضر من فرنسا، ومعه جواز سفر عليه صورة يوسف بن عزر. كانت خطة الهروب مستوفية الآن شروط تنفيذ فصلها الحاسم. دبر الحارس المرتشي خروج يوسف من السجن. في الجوار كان صديقه ينتظر. قصد شقة في عمارة لها مدخل من شارع الزرقطوني وآخر من زنقة مولاي إدريس الأول. دخل يوسف وصاحبه ومعهما امرأة إلى الشقة، وكان الحارس معهما. تظاهر صديق يوسف بإفساح المجال أمام صديقه وتمكينه من الاختلاء بالمرأة، واستأذن ثم خرج، بينما دخل يوسف والمرأة غرفة وأغلق الباب. ظل الحارس المرتشي ينتظر في الصالون، ولما طال انتظاره نادى على يوسف، ولما لم يتلقى ردا اقتحم الغرفة. لم يكن هناك أحد. لاحقا تبين أن للشقة بابان، وأن يوسف تسلل من الباب الآخر. كان كل شيء قد رتب بدقة لعملية الهروب. ما أن خرج يوسف وتلك المرأة من الشقة حتى امتطيا سيارة وقصدا إلى المطار. مع جواز السفر المزيف حصل على تذكرة سفر إلى باريس. نحن الآن في السابع من غشت من العام 98 900 وألف. كان يوم الجمعة وكان الجو حارا. في حدود 4:25 تقدم يوسف إلى شباك الشرطة. لما حل دوره بكل هدوء قدم جواز سفره. اسمه قاسم السلعاوي. في ذلك الشباك كانت يومها مفتشة عرفت بدقة الملاحظة. تسلمت منه جواز سفره. لم يكن به ما يوحي بأنه مزيف. أشرت على الجواز وأعادته إليه ودعته للمرور إلى قاعة الإركاب. كان خلف يوسف 7 أو 8 مسافرين. عرف عن مفتشة الشرطة تلك أنها كلما وجدت فسحة من وقتها تراجع الجذاذات التي أشرت عليها قبل تسليمها للحفظ. في تلك الأثناء استوقفتها جذاذة قاسم السلعاوي، الاسم الذي في جواز السفر الذي يحمله يوسف. أثار انتباهها أن الرجل مزداد في العام 38 900 وألف، بيد أن الرجل الذي يحمل ذاك الجواز يبدو عمره أقل بكثير من ذلك. هرعت إلى رئيس فرقة المداومة وعرضت عليه الأمر. كان موعد إركاب المسافرين إلى باريس يقترب، فبادر رئيس الفرقة بطلب إحضار المعني بالأمر. طبيعي أن يحاول الرجل الاحتجاج، ولكن الضابط اعتذر له مقدما وأخبره بإجراء استثنائي يتعين القيام به. اقتيد قاسم السلعاوي إلى مصلحة رفع البصمات التي تم عرضها في الحين على الحاسوب. فوجئ الضابط بأن الذي أمامه يدعى يوسف بن عزار بنيتو. كذلك افتضح أمر هروبه قبل مغرب ذلك اليوم. أضيفت إلى عقوبته عقوبة بالسجن 3 أشهر، واعتقل الحارس المرتشي وشركاء آخرون من داخل السجن. عاد يوسف إلى الزنزانة، مرت 5 أشهر، وصباح يوم بارد من أيام يناير من العام 99 900 وألف اكتشفت جثته معلقة إلى الشباك الوحيد للزنزانة. في جيبه اكتشف المحققون رسالة كتبت بالعبرية، ثم ترجمتها. كان يوصي بأن يدفن في المقبرة اليهودية، ويحدد والدته وريثة وحيدة
تؤول إليها كل أمواله وممتلكاته. كذلك انتهت قصة غرور جامح. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. مساء الخامس من أبريل من العام 2001، بدأ تاجر المجوهرات عبد الرحمن النحاس يجمع ما كان معروضا من حلي في واجهة متجره الكائن بشارع علال بن عبد الله بالرباط. لم يكن فيما يقوم به جديد، فقد دأب كباقي تجار المجوهرات على جمع الحلي المعروضة ووضعها في الصندوق الحديدي خشية تعرض المحل لعملية سطو. وبينما كان يهم بوضع آخر القطع في الصندوق الحديدي، اقتحم محله رجلان مقنعان، كان كل واحد منهما يحمل في يده مسدسا، لم يترك له فرصة للاستغاثة أو المقاومة. كان المقنعان قويي البنية، ولذلك تحاشى عبد الرحمن مواجهتهما. وضع أحدهما فوهة المسدس على صدغ التاجر، مضطره للإنقياد والاستجابة. سلمهم ما كان في الخزانة من مجوهرات، وبسرعة وضع تلك الحلية اللماعة في حقيبة جلدية وخرج مسرعين. ركب سيارة رباعية الدفع كانت مستوقفة في باب المحل وانطلق. خرج عبد الرحمن النحاس مهرولا، تمكن من تسجيل رقم السيارة ونوعها واتصل فورا بشرطة النجدة. غير بعيد كانت تمر دورية للأمن الوطني، تلقت الأمر وعرجت على شارع علال بن عبد الله، ثم توقفت عند متجر عبد الرحمن. كان الرجل واقفا بالباب، بدا شاحبا لهول ما تعرض له. قدم رقم تسجيل السيارة التي ركبها اللصان. كان الضابط ينقل تباعا تلك المعلومات إلى قاعة المواصلات. بعد وقت قصير تم الإبلاغ عن رصد السيارة التي كانت تسير بسرعة جنونية، ثم ضبطها قرب شارع الجزائر، ثم أخذت وجهة قنطرة مولاي الحسن. لاحقتها سيارة شرطة ولم تتمكن من أن تدركها، وظل الطاقم الموجود على متنها يلاحقها ويتبع وجهتها. عبر قاعة المواصلات تم تدبير وضع حاجز على الطريق التي قد تسلكها السيارة المطاردة. لم يخف عن اللصين أنهما ملاحقان، ولما بلغ قنطرة مولاي الحسن ألقى الذي كان بجانب السائق بالحقيبة إلى ضفة نهر أبي رقراق، إلى موقع لم يكن مغمورا بالماء. لم يكن بمستطاع رجال الأمن الذين كانوا يلاحقون السيارة أن يتنبهوا إلى الأمر. عبرت السيارة رباعية الدفع القنطرة. في الجانب الآخر على مسافة نحو 200 متر كانت مصالح الأمن بسلا قد أقامت حاجزا. تم اعتراض طريق السيارة وتوقيفها والقبض على الرجلين اللذين كانا على متنها. سيقا إلى مقر الشرطة القضائية، وحين تفتيش السيارة لم يتم العثور على الحلي المسروقة. كانت الحجة المادية التي يتوقف عليها إثبات تورطهما في عملية السطو التي تعرض لها تاجر المجوهرات عبد الرحمن النحاس غير متوفرة. العميد محمد الزيات الذي تولى هذا الملف لم يتمكن من الوصول إلى ما يؤسس عليه اتهام الظنينين، بالرغم من مواجهتهما مع الضحية. فقد صرح الذي كان يسوق السيارة بأنه كان مستعجلا لقضاء بعض الأغراض، ولذلك أفرط في السرعة وارتكب مخالفة لقانون السير. مضى إلى أنه يقر بارتكابه مخالفة، وأنه لا يعقل أن يكون ذلك سببا لاتهامه بالقيام بعملية السطو. لم يتردد في القول إن ذلك سيكون عملا سخيفا. لم يتم العثور مع الظنينين على المجوهرات المسروقة ولا على المسدسين اللذين قال عبد الرحمن النحاس إن اللصين استعملاهما لتهديده وإجباره على تسليمهما الحلية الذهبية. وجد العميد محمد الزيات نفسه في مواجهة شخصين لا شيء ثابت ضدهما سوى مخالفة قانون السير بالإفراط في السرعة. كان في قرارة نفسه ينزع إلى أن ما يدعيه تاجر المجوهرات لا يخلو من صدق. وضع الرجلين رهن الحراسة النظرية على البحث عن الحلي المسروقة يثمر،
ولما انقضت المدة القانونية للحراسة النظرية لم يكن أمام العميد من خيار سوى تقديم الرجلين إلى النيابة العامة، ولما مثل أمام نائب الوكيل العام للملك تمسك بإنكارهما كل صلة لهما بعملية السطو التي يدعيها تاجر المجوهرات عبد الرحمن النحاس. وبالنظر إلى عدم توفر أدلة إثبات فقد قرر ممثل النيابة العامة إخلاء سبيلهما، لكن دون حفظ الملف، إذ أعاده إلى الشرطة القضائية مع أمر بمتابعة البحث. أحس العميد محمد الزيات بثقل المسؤولية التي ألقيت على عاتقه، وفي الآن نفسه كانت بالنسبة له فرصة إضافية لمحاولة إثبات صدق حسه كرجل شرطة. كان شبه موقن بأن الرجلين متورطان في عملية السطو. كان التاجر يقول إنهما وضعا ما استولي عليه من حلي في حقيبة جلدية، ولكنهما حين أوقف لم يتم العثور معهما على حقيبة جلدية ولا على أي أثر من تلك الحلي التي اختفت. كان اللغز محيرا وكان يؤرق العميد الزيات. كان اللصان لما ألقيا من سيارتهما بالحقيبة الجلدية ينويان العودة إلى المكان واسترجاعها بعد أن يتخلصا من ملاحقة الشرطة، ولم يعلما أن الحقيبة حطت غير بعيد من مكان كان يوجد به أحد أولئك الذين دأبوا على ارتياد ضفة أبي رقراق بحثا عن الديدان التي يقومون ببيعها للصيادين الذين يتخذونها طعما. كان الرجل يدعى المختار بن جابر وكان معروفا بلقب الهداوي. ما أن رأى الحقيبة حتى أسرع إليها كان وحيدا في ذلك المكان، تراجع إلى جهة الجسر ثم انزوى بين الصخور وفتح الحقيبة. ذهل لما رأى، إنه كنز حقيقي كذلك الذي ظل يحلم به منذ سنوات بعيدة. وضع الحقيبة في عربة صغيرة كان يحمل فيها أغراضه. في تلك الليلة قال الهداوي إنه لن يتعب نفسه في نبش الوحل لاستخراج الديدان. غادر المكان وتوجه إلى كوخه القريب من ضريح سيدي موسى الدكالي في الحي الذي يحمل الاسم نفسه. لما دخل وأغلق الباب بإحكام وعلى ضوء شمعة فتح الحقيبة وأخرج ما كان بها: دمالج وسلاسل وخواتم من ذهب وأحزمة من ذهب ترصعها أحجار نفيسة كانت شديدة اللمعان تحت ضوء الشمعة. سافر الهداوي بخياله بعيدا، لم يعد يشتم تلك الرائحة النتنة التي تلازمه كلما مضى للنبش بحثا عن الديدان في ضفة أبي رقراق. لم يدر كم مر من الوقت، ولكنه في لحظة ما استعاد وعيه بالواقع. كانت الشمعة في أنفاسها الأخيرة. جمع الحلي وأعادها إلى الحقيبة. قرر ألا يتصرف فيها إلا بعد أن ينقضي بعض الوقت ويفكر مليا في مشروع يكفيه بؤس الحياة التي يعيشها. كان ينوي الرحيل عن سلا وضريح سيدي موسى الدكالي، وإلى أن يحين الموعد فقد أخفى الكنز في مكان عده آمنا. لم يكن اللصان يعلمان بالذي حدث بعد أن حطت الحقيبة الجلدية على ضفة أبي رقراق. كان العميد محمد الزيات يرى أن وضع الرجلين تحت المراقبة قد يفضي إلى فك لغز المجوهرات والحلي المسروقة التي تبخرت فجأة ولم يعثر لها على أثر. لم يتردد وعجل بتكليف إحدى الضابطات من مصلحة الشرطة القضائية بتتبع أثر الرجلين. كانت الأنباء تصله متتالية. لما أخلي سبيلهما لعدم توفر دليل مادي يثبت التهمة الموجهة إليهما، أبلغت الضابط عائشة الحمادي عن كونهما أعاد السيارة رباعية الدفع إلى شركة كراء السيارات، وأنهما صارا يتنقلان على متن سيارة صغيرة. سجلت الضابطة التي كانت على رأس فرقة من الباحثين أن أول تحرك للرجلين كان إلى ضفة أبي رقراق. لاحظ من كان يراقبهما أنهما كانا يبحثان على شيء ما. أمضيا زهاء 3 ساعات. في اليوم التالي عاد وقد لبس أحذية مطاطية وصار ينبشان الطمي. بدا لمن يراقبهما أنهما لم يعثر على ما يبحثان عنه. كانت المعلومات تصل تباعا إلى العميد الزيات، وكان يرى
في تردد الرجلين على ضفة أبي رقراق من جهة قنطرة مولاي الحسن ما يشجع على إبقائهما تحت المراقبة. كان يظن أنهما أخفيا شيئا ما في ذلك المكان، وأن ذلك الشيء قد يكون دليل إثبات ضدهما. لم يكن ليخطر ببال العميد ولا أي من الباحثين أن ما يحاول الرجلان استرجاعه هو ما سرقاه من متجر عبد الرحمن النحاس. وبالرغم من مرور 3 أيام على إخلاء سبيلهما، وبالرغم من أنهما ظلا يترددان على ضفة أبي رقراق خلال تلك الأيام 3، حيث كان يمضيان الساعات الطوال في البحث، فإنهما لم يعثر على شيء، فقرر أن يسلك سبيلا آخر علّه يفضي بهما إلى ما يبحثان عنه. على مدى 3 أيام ظل الرجلان اللذان نفذا عملية السطو على جوهرية عبد الرحمن النحاس يترددان على ضفة نهر أبي رقراق في محيط قنطرة مولاي الحسن. كانا يبحثان عن تلك الحقيبة الجلدية التي ألقيا بها لما كانت الشرطة تلاحق سيارتهما، وكانت تحتوي على كل ما استوليا عليه تحت تهديد السلاح من حلي ذهبية نفيسة. وقد أثار ترددهما على ضفاف النهر انتباه هواة الصيد الذين يرتادون المكان، وبشكل خاص أولئك الذين ينبشون الوحل بحثا عن الديدان التي يتخذها الصيادون طعما. لم يتفطن إلى أنهما مراقبان. كانت الضابطة عائشة الحمادي التي أوكل إليها أمر الإشراف على مراقبة الرجلين تبلغ العميد محمد الزيات أخبارهما أولا بأول. كان رجالها يأتونها بكل تفاصيل وكانت تنقلها إلى رئيسها. تبين للعميد أن وراء تردد الرجلين على ضفة أبي رقراق سر قد يكون مفتاح حل اللغز المحير الذي يمثله اختفاء المجوهرات التي نسبت سرقتها إليهما. لم يكن للعميد الزيات بكل التجربة التي راكمها في أسلاك الأمن الوطني ليستسيغ أن يفلت الظنينان من قبضة العدالة. كان شبه موقن أن الرجلين هما اللذان نفذا عملية السطو على تلك الجوهرية في شارع علال بن عبد الله. لم يكن له أن يصدع بما يعتقده إذ ليس بين يديه دليل إثبات. دليل الإثبات المفقود ذاك هو الذي جعل نائب الوكيل العام للملك يخلي سبيلهما. بعد أن أعياهما تقليب الوحل والبحث بين الصخور قرر أن يتقرب إلى أولئك المنقبين عن الديدان علهما يظفران منهم بما ينبئ عن مآل الحقيبة. غادر أحدهما المكان، امتطى سيارته ومضى إلى المدينة، قصد محلا لبيع الحلويات واشترى عددا منها وبضع قنينات من المشروبات الغازية. بعد أقل من ساعة عاد إلى ضفة النهر. بدون أي تمهيد دعي المنقبون عن الديدان لتناول قطعة حلوى. تظاهر الرجلان بأنهما يريدان الكشف عن سر ترددهما على ضفة النهر، وزعما أنهما أضاعا مفاتيح منزلهما في الرباط قبل 3 أيام. ثم استدرج بعض ممن تحلقوا حول علبة الحلوى للكشف عن الذي تغيب يومها. كانت لذيذة قطع الحلوى، وبسهولة نطق أحدهم أن الهداوي لم يظهر في المكان منذ 3 أيام. ومن هو الهداوي؟ سأل أحد الرجلين. اقترب منه الذي تكلم. إنه واحد منا يعمل هو الآخر في جمع الديدان لبيعها للصيادين. كان خلفه أحدهم ابتسم ابتسامة عريضة كشفت عن فم كاد يخلو من الأسنان، ثم قال: الهداوي يا سيدي رجل بدأ يتقدم به العمر، وهو يعيش بيننا منذ 10 سنوات. إنه يسكن كوخا بالقرب من ضريح سيد موسى الدكالي. هل لك أن تدلنا على كوخه؟ إنه لا يبعد كثيرا عن مكاننا. ابتسم أحد اللصين، ثم بعد لحظات طلب من ذي الفم الذي كاد يخلو من الأسنان أن يرافقهما إلى كوخ الهداوي. كان أحد الذين تولوا مراقبتهما على صخرة في وضع صياد هاو، وما أن تحرك حتى اتصل بالضابطة عائشة الحمادي وأبلغها بذلك. في الجانب الآخر من الضفة كان أحدهم في سيارة مموهة يتبع خطوات الثلاثة. توقف ثالثهم بعد أن أشار إلى كوخ الهداوي. على الفور بلغت الضابطة بالأمر،
وقد أول العميد محمد الزيات ذلك باحتمال أن يكون صاحب الكوخ شريكا لهما أو أنهما أخفيا ما سرقاه من حلي عنده. وبينما استمرت المراقبة اتصل العميد الزيات بدائرة الأمن الوطني في حي سيدي موسى بسلا، سأل عن رجل معروف بالهداوي، وبمساعدة المفتش المكلف بالاستعلامات علم أن الهداوي رجل في عقده السادس معروف في المنطقة، ويأوي ليلا إلى كوخ بجوار ضريح سيدي موسى الدكالي كما هو حال فقراء ومتشردين كثيرين يقصدون المكان ويستفيدون مما يجود به المحسنون من طعام. في ذلك اليوم لم يطرق اللصان باب الهداوي الذي صار بدوره محط مراقبة من الشرطة. بعد يومين عاد الرجلان، ترك سيارتهما غير بعيد ثم تقدم إلى باب كوخ الهداوي. لما فتح دفعاه إلى الداخل واقتحم الكوخ، ظل هناك زهاء نصف ساعة ثم خرج يجرانه نحو سيارتهما. ذهب به إلى مكان خال في شاطئ الأمم، انهال عليه بالضرب، ولعلهما لم يظفر منه بشيء لما أعاداه إلى مكان قريب من كوخه. كانت آثار الضرب بادية على وجهه. تريثت الضابط المكلف بالمراقبة، كان العميد الزيات يرى الإبقاء على الهداوي تحت المراقبة. صباح اليوم التالي خرج الهداوي من كوخه وتبعه مفتش إلى أن وصل إلى باب بوحاجة. واصل سيره إلى حي الحرارين حيث توجد عدة محلات لبيع المجوهرات. دخل أحد تلك المتاجر، لاحظ المفتش الذي تبعه أنه يعرض على التاجر خاتما من ذهب. وبينما كان التاجر يتفحصه اتصل المفتش بالضابط عائشة وأبلغها بالأمر. حضرت بسرعة، كان التاجر يطالب الهداوي بوصل حيازة الخاتم. تدخلت الضابطة وسألته عن مصدره، ادعى أنه عثر عليه في ضفة أبي رقراق حيث يقوم بجمع الديدان لبيعها للصيادين. قبض على الهداوي وسيق إلى مفوضية الشرطة في سيدي موسى. باشرت الضابطة عائشة الحمادي استجوابه، أنكر كل علاقة بالرجلين اللذين اعتديا عليه. في تلك الأثناء استدعي تاجر المجوهرات عبد الرحمن النحاس الذي كان محله قد تعرض للسطو مساء ذاك الخامس من أبريل من العام 2000. لما وصل عرض عليه الخاتم، أكد أنه من القطع التي سرقت منها. لم يتراجع الهداوي عن أقواله، إذ ظل يؤكد أنه عثر على الخاتم بينما كان ينقب على الديدان. قال بائع المجوهرات إن محله مؤمن على السرقة، وإن الخسائر التي تعرض لها تزيد عن 200 مليون سنتيم. أضاف أن شركة التأمين وافقت على دفع التعويض، وإنها تعرض مكافأة هامة على من يساعد في الوصول إلى اللصوص والتعاون مع الشرطة لاستعادة الحلي المسروقة. تقدم التاجر من الهداوي وقال له إنه سيعطيه 10 ملايين سنتيم إن هو تعاون مع المحققين. بلغت النيابة العامة بتلك التطورات، بينما قرر الهداوي البوح بما يعلم. قال إنه بينما كان في ضفة النهر مساء ذلك اليوم فوجئ بحقيبة تسقط غير بعيد عنه، كانت مملوءة بالحلي الذهبية. أخذها ثم مضى بها إلى كوخه قبل أن يخفيها في مكان آمن بين الصخور. كان يفكر في مشروع يخرجه من الفقر، وقد ظن أن الكنز لن يضيع منها لما باغته الرجلان اللذان ضرباه. علم منه المحققون أنهما هدداه بالقتل إن هو لم يعد إليهما الحقيبة لما يأتي إليه مرة أخرى. أيقن المحققون أن اللصين سيعودان إلى الهداوي، ولذلك تم إقناعه بالتظاهر بأن لا شيء حدث وأن يساعد في الإيقاع بهما. مساء ذلك اليوم عاد إليه، اقتحم كوخه، وبعد دقائق خرج يتقدمهما. توجه إلى صخور قريبة من الكوخ، وقف، كان أحد الرجلين ينهره، ثم وهو يتظاهر بالخوف منهما انحنى ينبش مكانا معينا بين تلك الصخور فأخرج الحقيبة، انتزعها منه أحدهما بقوة. في تلك اللحظة بالذات ظهر العميد محمد الزيات ومعه الضابط عائشة ورجالها. تم تطويق الثلاثة، صفد الرجلان واقتيد الجميع إلى مفوضية الشرطة.
الآن توفر الدليل المادي الذي يثبت تهمة السطو المنسوبة إلى الظنينين. أحدهما كان يسمى عمر طانغا ويعرف بالجن، رجل ذو سوابق، والآخر اسمه مروان الشيتا. علم المحققون منهما أنهما تعارفا في سجن الزاكي بسلا، حيث كان كل منهما يقضي عقوبة بالسجن. هناك اتفق على القيام بسرقة محل لبيع المجوهرات. كان الشيتا قد رحل قبل سنوات من فرنسا بسبب تورطه في أعمال سطو وسرقة. تم توثيق أقوالهما وقدما أمام الوكيل العام للملك بتهمة السرقة المشددة والضرب والجرح. ومع أن كل الحيلي قد ظهرت غير منقوصة، فإن تاجر المجوهرات عبد الرحمن التزم بوعده للهداوي، فجاءه بشيك بمبلغ 10 ملايين سنتيم. في تلك اللحظة فقط حكى الرجل قصته. كان بحارا في سفينة غرقت قبالة سلا قبل 20 عاما، كان من الناجين، لم يتمكن من العودة إلى مدينته العرائش، واتخذ من جوار ضريح سيدي موسى الدكالي مستقرا. بعد بضعة أيام مر على متجر عبد الرحمن النحاس. كان يرتدي ملابس جديدة وكانت لحيته مشذبة. جاء شاكرا مودعا. في ذلك اليوم عاد إلى أهله في العرائش. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. في العام 72-900 رزق عبد الله النصراوي الثري المعروف في مدينة المحمدية بمولوده البكر، وسماه بوبكر تيمنا بجده. ولد بوبكر أعمى، وقد حاول والده بكل ما أوتي من مال وجاه أن يعالجه، ولكن محاولاته لم تثمر. وبعد أن جاب كبريات المصحات في أوروبا وأمريكا استسلم لقضاء الله، وصار يركز كل جهده على توفير المناخ الملائم لهذا الطفل حتى يستطيع التغلب قدر المستطاع على عاهته. خصه بالمربيات الأكثر كفاءة، ولما صار في سن التعلم جعل له معلمين يدرسونه في البيت. وقد مكنت تلك العناية الفائقة التي يحظى بها بوبكر من أن تكشف عن ذكاء حاد كان يتمتع به الفتى. كانت له قدرة خارقة على الحفظ والتحصيل. كثيرون هم الذين قالوا إن عدم إبصاره زاد من قوة ذاكرته. بعض ممن تولوا تعليمه يذكرون أنهم لم يكونوا يوما بحاجة إلى تكرار الدرس. في سن 16 نال بوبكر بن عبد الله النصراوي شهادة البكالوريا، والتحق بكلية الاقتصاد، حيث كان من بين الطلبة الذين تميزوا وتفوقوا. وبما أن والده كان يوفر له كل الإمكانيات المادية، فقد أرسله بعد أن حصل على الإجازة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحضير شهادة الدكتوراه، وقد كان مثار إعجاب وتقدير من قبل أساتذته. خلال السنوات التي قضاها في أمريكا تعرف بوبكر إلى عدة فتيات، ومنهن فتيات مغربيات كن تدرسن في الولايات المتحدة الأمريكية. بعض منهن لم تخفين الرغبة في الارتباط بالشاب الضرير، ولكنه كان يتوجس من نواياهن، ولذلك لم يكتب الاستمرار لأي من تلك العلاقات. عاد بوبكر إلى المغرب، حيث لازم والده يساعده في تدبير أعمال الأسرة. كانت بالنسبة للشاب الضرير فرصة اطلع خلالها ودون إخوته على أسرار وخبايا النشاط التجاري الذي كان يزاوله والده. في حياته اليومية كان الضرير يعتمد منذ أن عاد إلى المحمدية على والدته. ولما توفي والده عبد الله النصراوي حل بوبكر محله، قام بتصفية الشركة وأعطى كل وريث حقه، وأنشأ لنفسه شركة جديدة. كانت العناية التي يلقاها من والدته إذ كانت تكفيه كل حرج قد عززت لديه امتناعه عن الزواج. ولكن العمر تقدم بوالدته وصارت عاجزة عن الاعتناء به، وذات يوم جاءها الأجل المحتوم ورحلت إلى دار البقاء. لم يحزن بوبكر قط مثل ما حزن على فراقها. الآن فقط صار وحيدا يعلم معنى العزلة. كانت تجارته رائجة، وقد وجد في كاتبة والده السيدة منيرة خير معين.
كانت الوحيدة التي يمنحها ثقته، كانت في العقد السادس من العمر، ولكنها حافظت على حيويتها ونشاطها، وكانت تعتبر بوبكر بمثابة الابن منها، تساعده في المأكل واللباس فضلا عما تقوم به في المكتب. وقد جاءته يوما تعرض عليه توظيف كاتبة أخرى تساعدها، فوض لها الأمر. عهد بوبكر أيضا إلى أحد المهندسين ببناء بيت جديد، كان يلح على أن يتم تجهيزه بأحدث وسائل التكنولوجيا التي تتيح لضرير مثله أن يتحرك دون التعرض لأذى، في جملة ما اقترحه التحكم عن بعد في الأبواب. وتفاديا لإزعاج الخادمات اللواتي يعملن في البيت، فقد طلب فتح نافذة في غرفة نومه تتيح لهم النظر والتأكد مما إذا كان موجودا دون الحاجة إلى الدخول إلى الغرفة. ذات صباح بينما كان يتلمس طريقه إلى مكتبه، مر بمكتب سيدة منيرة بعد أن سمعها تتحاور مع امرأة أخرى، وما أن توقف بباب المكتب حتى بادرته بأن الفتاة من المرشحات لشغل وظيفة الكاتبة الجديدة. كانت الفتاة تتحدث عن الوضعية الاجتماعية لأسرتها. سمعها بوبكر وهي تتحدث عن صعوبة الظروف التي تجتازها أسرتها بعد أن أفلست الشركة التي كان يعمل بها والدها. لما انتهت المقابلة دعا بوبكر السيدة منيرة إلى مكتبه وطلب منها أن تتولى شخصيا التثبت مما كانت تدعيه الفتاة بشأن أوضاع أسرتها. بعد يومين جاءته تؤكد أنها علمت بوسائلها الخاصة أن الفتاة لم تكن تكذب، إذ ذاك أمر بوبكر بتوظيفها. وكانت السيدة منيرة قد أطلعته من قبل على الكفاءات العلمية التي تتمتع بها. في الأسبوع التالي تسلمت الكاتبة الجديدة مهامها، اسمها عليا تامر. كانت فتاة اضطرها فقر عائلتها بعد فقد والدها لعمله إلى الانقطاع عن كلية الحقوق حيث كانت تتابع في السنة الثانية، ولتبحث عن فرصة عمل. كانت في أوقات الفراغ تنكب على مراجعة الدروس على أمل اجتياز اختبارات نهاية السنة. أبهرت عليا سيدة منيرة بتفانيها في العمل، كما بدا أنها فتاة ذات خلق. انقضت فترة التدريب التي تحددت في سنة، وكانت السيدة منيرة على اقتناع تام بأن الآنسة عليا تستحق ترسيمها. وقد أثار انتباه بوبكر ذلك الانسجام الذي حصل وبسرعة بين السيدة منيرة والآنسة عليا، ولأنه كان يضع كامل ثقته في السيدة منيرة فإنه فسر ذلك التجاوب الحاصل بينهما بأنه ربما كان باب أمل. بدأ يسري في فكره حلم الزواج، وقد أحس بأن عليا ربما كانت الفتاة التي تعذر لقاؤها من قبل لتكون نصفه الثاني. في الواقع لم تكن السيدة منيرة بمنأى عن هذا الأمل الذي انبعث من جديد في نفس بوبكر، ذلك أنها جعلت الآنسة عليا وتحت إشرافها تتولى شؤون إطعامه. فكر الثري الضرير في الأمر، كان يتساءل: هي تتولى الطعام وبعضا من الشؤون الخاصة، فلما لا تقوم بما تقوم به باعتبارها زوجة؟ طلب بوبكر من أمينة أسراره السيدة منيرة أن تجس النبض وأن تسعى إلى استكشاف رأي عليا في الزواج منها. لم تكن الشابة تصدق، ولكن إلحاح منيرة جعلها ترى أن الأمر جدي. خطبها بوبكر من أبيها، وبعد الزواج بنى لأسرتها بيتا في حي عصري، كما أنشأ لوالدها تجارة. تبدلت أحوال عليا سريعا، صارت الآن حرم السيد بوبكر النصراوي رجل الأعمال المعروف، صارت ترتدي من الثياب فاخرها، وصارت لها سيارة فارهة. في ظرف عامين صارت عليا من سيدات المجتمع المرموقات في المحمدية. كان بوبكر يبدو سعيدا، ومع ذلك فإن ما كان يقلقه هو الذي تعود على تتبع كل صغيرة وكبيرة في البيت وفي العمل، أن بالبرنامج اليومي لزوجته ساعات ثلاث لم يجد بعد سبيله لمتابعة ما تقوم به أثناءها. كان ذلك من الأمور التي تؤرقه وتؤجج بداخله أسئلة كثيرة وبعض الغيرة. انتهز فرصة سفره وحيدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبما أنه كان يعشق كل جديد في المجال التكنولوجي وبشكل خاص ما يمكنه من تخطي العقبات التي تشكلها إعاقته، فقد اشترى هاتفا نقالا لإهدائه إلى زوجته،
لم يكن هاتفا عاديا، إذ تم تجهيزه بشريحة إلكترونية تتيح لبوبكر أن يتنصت على كل المكالمات التي تجريها زوجته، بل وأن يحدد الأماكن التي ترتادها. فرحت عليا بالهدية، ولم تكن تدري أنها صارت تحمل معها أذنا لزوجها بوبكر. تزوج بوبكر النصراوي الثري الضرير المعروف في المحمدية، تزوج بعد أن ظل يتردد عدة سنوات. كان يخشى ألا تسعى تلك التي تقبل بالزواج منه إلا للاستفادة من ثروته. كانت عليا تامر زوجته قد التحقت بشركة منذ فترة قصيرة، وقد شجعه على طلب يدها ما لمسه من انسجام بينها والسيدة منيرة الكاتبة الخاصة لوالده التي رافقته في مشواره ومنذ البداية. كانت في جملة المهام التي أوكلت إلى عليا الإشراف على إعداد الوجبات الغذائية للسيد بوبكر، وقد سأل نفسه ذات يوم لما لا تقوم بتلك المهام باعتبارها زوجة وليس بصفتها كموظفة. كان ذلك السؤال مدخلا لمرحلة جديدة في حياة بوبكر بن عبد الله النصراوي. قرر الزواج وهو في 42 من العمر. مرت سنتان ولم يرزق منها بولد. كانت الشهور الأولى من الزواج ذروة سعادة لديه، ولكنه هو الذي تعود على تتبع كل صغيرة وكبيرة إن في البيت أو في الشركة، لم يتمكن من التخلص من جانب الحيطة والحذر الذي لازمه منذ صباه، منذ أن وعى أنه لا يرى كالآخرين. بالنسبة إليه فإن الخطر قد يأتي من كل جهة. لاحظ بوبكر أن بالبرنامج اليومي لزوجته ثغرة من 3 ساعات لا يدري أين تمضيها. كانت بؤرة غامضة بالنسبة إليه. هو يعلم أنها صارت من سيدات المجتمع المعروفات في مدينة المحمدية، وهو يعي بأن الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها تتطلب وقتا، ولكنه يعلم أيضا أن الساعات 3 التي تغيب فيها عليا عن البيت وعن المكتب وعن العمل الاجتماعي تقضيها في مكان ما رفقة أحد ما لغايات ما. كان الشك ينخر أعماقه، ولعله لم يحس من قبل بما يحس به الآن من عجز. صحيح أنه بمقدوره أن يستأجر من يتقفى خطوات زوجته التي تحلق بعيدا عن عش الزوجية كما يظن، ولكنه كان يرفض أن تعرض قضاياه الشخصية والحميمية على رصيف الفضوليين. ولذلك قرر بوبكر أن يتولى الأمر بنفسه. كان تحديا جديدا عليه أن يرفعه، فإذا كان لا يبصر فإنه يؤمن بأن العمى عمى القلوب، وأن لديه من الذكاء والدهاء ما يجعله يستطيع رفع التحدي. كذلك كان يردد في قرارة نفسه. استغل سفرا قام به منفردا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في لوس أنجلوس حيث كان يدرس، التقى بأصدقاء قدامى. وأثناء تلك الزيارة كان حريصا على الاطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات. الذي كان يهمه بالأساس كل ما يساعده على تذليل العقبات التي تمثلها إعاقته. علم أن في جملة ما استحدث في تقنيات التواصل هاتف النقال يتيح تحديد مكان حامله، وبما أنه كان غير مبصر فقد طلب تكييف الهاتف بتجهيزه بشريحة إلكترونية تمكنه من التنصت على المكالمات التي تصدر أو ترد على ذلك الهاتف. اشتراه وقد فكر أن يجعله هدية لزوجته عليا. فرحت المرأة الشابة بالهدية، لم تكن تدري أنها صارت تحمل معها أذنا لبوبكر تتيح له أن يسمع كل ما تقوله. منذ اليوم الأول الذي استعملت فيه ذلك الهاتف كان بوبكر يتنصت على مكالماتها. كان يريد أن يرصد ما تقوم به خلال الساعات 3 التي تمثل بالنسبة إليه ثغرة في برنامجها اليومي. ذات مكالمة هاتفية سمعها تتحدث إلى شخص لم يتعرف إلى اسمه، كانت تقول له أن ينتظرها في المكان المعلوم وأن لا يتأخر حتى لا يتفطن الأعمى. كانت المرة الأولى التي سمعها تقول عنه الأعمى. كانت المرة الأولى التي سمعها تصفه بعاهته، لأنها كانت المرة الأولى التي رصد فيها مكالمتها مع من صار واردا جدا أن يكون عشيقها. بعد ذلك كان كلما رصد مكالماتها مع ذلك المجهول
كان يسمعها تقول إن الأعمى فعل، وإن الأعمى قال، وإن الأعمى. لم يحس أبو بكر من قبل بألم أشد، ولكنه كان يسائل نفسه لما كل هذه العدوانية من امرأة أنقذها من الفقر. جاءت ضعيفة فقيرة تطلب العمل في شركته فوظفها، ثم لما تزوجها أخرج عائلتها من الفقر بأن اشترى لها بيتا محترما وبأن فتح لوالدها تجارة. أحس أبو بكر بأنه طعن من الخلف. هو في عتمة أيامه يواجه الآن امرأة خائنة، وعاهته لا تتيح له الانتقام بطريقة كلاسيكية. عليه أن يدبر الأمر. كان في جملة ما استنتجه أنها تأتي بعشيقها إلى المنزل حين يغيب، ولذلك فكر في أن تكون الخطة محكمة وأن يطال انتقامه عليا وعشيقها في آن واحد. قال في نفسه إنه لن يشرك أحدا في خطته. أتى بقنينة غاز وخرطوم بطول عدة أمتار وطلب وضع الكل في المرآب. مرت عدة أيام، نحو أسبوعين، ثم رتب لسفر إلى هولندا للقاء بشركاء له هناك. كانت السيدة منيرة هي التي رتبت السفر، حجزت للسيد أبو بكر تذكرة السفر وغرفة في الفندق الذي سينزل فيه. في 25 من يونيو من العام 10 و2000، وكان يوم جمعة، رافقت عليا زوجها إلى المطار. لم تغادر إلا بعد أن أقلعت الطائرة إلى أمستردام. في الواقع كانت رحلة من الدار البيضاء إلى أمستردام مع توقف في مدينة طنجة. خطط أبو بكر أن ينزل في طنجة، ولذلك لما همت الطائرة بالنزول أبلغ المضيفة بأنه لن يستطيع مواصلة الرحلة إلى أمستردام وسينزل بطنجة، وتم له ما يريد. مباشرة بعد أن أتم الإجراءات خرج واستقل سيارة أجرة من باب مطار ابن بطوطة وطلب العودة به إلى المحمدية. وصل في حدود 1 صبحا، دخل منزله دون أن يحس به أحد، توجه إلى المرآب، تلمس الطريق إلى قنينة الغاز، ربط بها الخرطوم ومضى يسحبه إلى تلك النافذة الصغيرة التي تفضي إلى غرفة النوم. كان بسمعه المرهف قد أحس بوجودها في الفراش. هو يعلم أنها ليست وحيدة، فآخر مكالمة هاتفية لها تنصت عليها كانت مع عشيقها، وقد تواعدا على قضاء ليلة لن تنسى. بهدوء فتح أبو بكر النافذة وأدخل أنبوب الغاز. لما أحس به وقد تدلى إلى غرفة النوم عاد يتلمس الطريق إلى المرآب، توجه مباشرة إلى قنينة الغاز وأدار المفتاح قليلا. كان حريصا على أن لا يسمع أي صوت. عاد مرة أخرى إلى النافذة الصغيرة وحرص على أن تكون شبه مقفلة. بعد 20 دقيقة سمعها تكح، ثم سمع وقع خطى، ثم سقط الذي كان يخطو. بعد ذلك تناهت إلى سمعه أناتهما، ثم بعد دقائق لم يعد يسمع شيئا. سحب خرطوم الغاز وعاد إلى المرآب، فك قنينة الغاز وأخذ الخرطوم ألقى به في صندوق القمامة. لما خرج اتصل بشركة تاكسيات، وبعد ربع ساعة جاءته سيارة أجرة أقلته إلى منزل له على الشاطئ. كان نسيم الصباح يضيف إلى نشوة الانتقام طعما خاصا. مكث هناك حتى حدود 10 صباحا، ثم أخذ وجهة مقر شركته. قال إنه وصل لتوه من المطار. طلب من السيدة منيرة أن تتصل بزوجته لتبلغها بعودته. ظل هاتف عليا يرن. لم تتلقى منيرة أي رد، وعادت إلى أبو بكر تخبره. هو كان يعلم أنها لن تجيب. قال لها أن تتصل بالبيت وتطلب من إحدى الخادمات أن توقظها. لما ذهبت إحداهن إلى غرفة النوم كان الباب موصدا. طرقت ولم تتلق ردا، ولما أطلت من تلك النافذة الصغيرة ظهر لها رجل عار ملقا على الأرض. اتصلت بالشركة وأخبرت السيدة منيرة. لما أبلغته سارع بالتوجه إلى البيت. فتح الباب، كانت بجانبه 3 من الخادمات. سمعهن تصرخن. قالت له إحداهن إن بالغرفة رجل عار إلى جانب ربة البيت السيدة عليا، وكانت عارية هي الأخرى. تظاهر أبو بكر بالانهيار وبأنه أغمي عليه، ثم لما استعاد وعيه كما توهمت الخادمات
اتصل بسيدة منيرة وطلب منها أن تتصل بالشرطة. لما حضر مفتش للشرطة وبعد أن تمت المعاينة نقلت الجثتان إلى المستودع البلدي للأموات. لم يجد الطبيب الشرعي كبير عناء في إثبات أن الوفاة نتجت عن تسرب للغاز. أوكل الملف إلى العميد محمد بن جرير، وكان معروفا بمهنيته وتجربته ودهائه. بدأ بإجراء خبرة أثبتت أن أي تسرب للغاز من الشبكة المنزلية لم يحدث. إذ ذاك كان عليه أن يستجوب السيد بوبكر. حكى أنه اكتشف الفاجعة بعد أن عاد من سفره إلى هولندا. مر العميد بن جرير بمكاتب شركة السيد بوبكر النصراوي وتفحص دفتر مواعيده، وقد اكتشف أن موعد هولندا الذي سافر من أجله في 25 يونيو قد ألغي. كانت التحريات التي قام بها فريق العميد بن جرير قد أكدت أن الرجل غادر مطار محمد الخامس. ولما اكتشف أن موعد أمستردام قد ألغي، وبعد أن لاحظ أن الرحلة تتوقف في طنجة، اتصل بشرطة مطار ابن بطوطة. بعد أقل من ساعة كان يتلقى الرد. السيد بوبكر النصراوي نزل من الطائرة في مطار طنجة. قبل أن ينتقل إلى الاعتراف، علم بوبكر أن الذي كانت تتخذه عشيقا حبيب قديم من حارتها. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. في أجدير في أواسط العشرية الأخيرة من القرن الماضي، عرف حميد بوغار بمرافقته السائحات الأجنبيات المسنات منهن خاصة. ومع أن الشاب الذي كان في العقد الثالث من العمر لم ينل حظا كبيرا من التعلم، فإنه كان بعباراته الإنجليزية أو الفرنسية أو حتى الإسبانية على قلتها ورداءة تراكيبها، كان يتقن فن جلب تلك الطينة من النساء إلى شباكه. كان يقضي مع الواحدة منهن أسبوعا أو أسبوعين يمتعها لقاء بعض المقابل المادي. كان يهوى المطاعم الفخمة وارتياد محلات الألبسة الفاخرة، ولم يكن يجد أي حرج بينما كانت الواحدة من أولئك النساء تدفع الفاتورات بما فيها فاتورات ملابسه الشخصية. اشتهر حميد بوغار وذاع صيته في الآفاق، وكانت الزبونات تبحثن عنه ما أن تطأ أقدامهن أجدير. بشكل من الأشكال كان بضاعة رائجة، فاللواتي قضينا معه أياما لا تترددن في سرد ما استمتعن به مع ذلك الشاب على صديقات لهن. هكذا صار حميد في صلب سياحة جنسية ترفض أن تكشف وجهها وتبوح باسمها. في ليلة من صيف العام 98 900 وألف، بينما كان يتسكع على الكورنيش، ساقه قدماه إلى ملهى ليلي. هناك عن طريق الصدفة التقى فرنسية اسمها كارولين ريبو. علم منها لاحقا أنها في 40، بينما كانت برشاقة جسمها تبدو في 30. سرها كثيرا أن تسمع من حميد أنها تبدو أصغر بكثير مما هي حقيقة عمرها. مادموازيل كارولين، كما كان يحلو لحميد أن يردد. عاشرها 15 يوما، كانت تنفق بلا حساب، وقد أسرت إليه ذات مساء بأنها وريثة رجل أعمال غني توفي قبل بضع سنوات. لم يكن من سبب لدى حميد ليقول إن الحسناء تكذب، ومنذ أن باحت له بذاك السر صار يفكر في الارتباط بها. كانت جميلة وشابة، وها هي ذي فرصته للتخلص من رفقة العجائز. لم تكن كارولين تخفي ارتياحها لمعاشرة حميد، ولعلها كانت تفكر في أمر آخر. انقضت العطلة، وفي الليلة الأخيرة باح لها حميد بما يحسه. قال لها إنه وقع في حبها. فاجأته بأن طلبت منه أن يتزوجها ويرافقها إلى فرنسا. وافق، فلم يعد هناك من مجال للعودة إلى الوراء. سريعا تم الزواج. سافرت كارولين، وراح صاحبنا يعد ملفا إداريا للحصول على تأشيرة التجمع العائلي في باريس حيث تقيم. حرصت كارولين على تسريع وتيرة الإجراءات، وبعد شهر حصل على التأشيرة المنشودة.
بعثت له كارولين ببطاقة سفر بالطائرة. أقلع من أكادير، وجدها في انتظاره بمطار رواسي بباريس. اصطحبته إلى شقتها، يذكر أنهما مرا ببرج إيفل. كانت الشقة تغص بأصدقاء كارولين، جاءوا للتعرف عليه. في تلك الليلة امتدت السهرة إلى حدود الفجر. في الأيام التي تلت كان حميد يستمتع بها وبمالها، كان يراقبها وهي تنفق بلا حساب، وكان يراها وهي تحمل أموالا كثيرة في سيارتها وتمضي إلى أماكن أغلب روادها من الشباب. حين كان يرافقها كانت تختلي بشبان وتمنعه من مرافقتها، يظل ينتظرها في السيارة. لم يكن حميد بوغار يشك في أن كارولين ورثة أكابر، ولكنه غير رأيه لما اكتشف أن تلك التي تعلق بها عضو في شبكة لتهريب وترويج المخدرات. ويوم علم كان قد صار مدمنا على الكوكايين، كانت كارولين أول من ناوله جرعته الأولى، وبذلك صار فتى أكادير طيعا منقادا. من حين لآخر، حين كانت تحس بأنها مراقبة من الشرطة، كانت توكل إليه حمل بعض المخدرات إلى عناوين وأشخاص، ومن حيث لا يدري صار واحدا من الشبكة. وبما أنه كان من أفراد الشبكة فقد صار مساهما في استيراد الحشيش. كانت كارولين تأتي برفقة زوجها حميد إلى المغرب مرتين في العام بدعوى قضاء العطلة في أكادير أو مراكش. وأثناء مقامهما في المغرب كان حميد يتولى ترتيب اللقاء مع المزودين، بل إنه صار يشرف على عملية الشحن. بعد أن يتم كل شيء يعبر حميد وزوجته كارولين إلى إسبانيا، تارة من طنجة وأخرى من سبتة المحتلة، وفي مرات أخرى يبحران من الناظور. على مدى سنوات تمكن من تهريب كميات هامة من الحشيش. لما أتقن اللعبة صار حميد يستفيد كباقي أفراد الشبكة، وصار له رصيد بنكي محترم. وفي الوقت نفسه بدأت تتدهور حالته الصحية، أصيب بالهزال ولم يعد سوى ظل نفسه. كان يدخن بشراهة ويتعاطى الحشيش والكوكايين. لما عرض نفسه على الطبيب تبين أن الأوان قد فات لإنقاذه، وإذا ما تسنى تخليصه من الهلاك فإن ذلك سيشبه المعجزة. كان يعاني من ورض سرطاني في الحنجرة، لم يعد للطعام طعم، وصار البلع تعذيبا بالنسبة لحميد. ولما أيقن أنه هالك لا محالة وأن المرض الخبيث قد تمكن منها، أوصى زوجته كارولين بأن تحرص بعد وفاته على نقل جثمانه إلى أكادير ودفنه هناك. لم يكن يتوقع منها أن ترفض له طلبه الأخير، ولكن الذي لم يتوقعه أن تجعله يوقع على ورقة يعلن فيها رغبته في أن يدفن في باريس. وقع على الورقة التي جاءت بها كارولين. كانت قدرته على قراءة الفرنسية ضعيفة، ولذلك وقع وتم التصديق على إمضائه. لم يعلم وهو يواجه السرطان في مراحله الأخيرة أن كارولين جعلته يوقع على وثيقة يعلن فيها رغبته أن يدفن في باريس حتى يبقى قريبا من محبوبته كارولين. كانت صاحبته تفكر في شيء آخر، فحميد بالنسبة إليها مات منذ زمن. بعد أسابيع نقلته إلى إحدى المصحات في أكادير، جاءت من باريس بملفه الطبي. كانت حالته ميؤوسا منها. مكث في تلك المصحة 20 يوما، بعدها مات. لم يعلم بوفاته سوى كارولين التي كتمت الخبر عن عائلته التي كانت تسكن إحدى القرى القريبة من أكادير. لما توفي حميد اتشحت كارولين بالسواد، واتصلت بأحد أصدقائها في فرنسا وطلبت منه أن يحضر تابوتا لنقل جثمان حميد إلى باريس. كانت كارولين قد خططت لعملية تهريب مخدرات كبيرة مع شريك لها يدعى سيباستيان لوغري. بعد 4 أيام حضر الصديق ومعه التابوت. كان تابوتا صنع خصيصا لعملية التهريب. تم وضع جثة حميد في التابوت بعد أن غسلت وكفنت. وبعد إتمام الإجراءات الإدارية حضر إلى الشقة التي كانت تكتريها كارولين ضابط شرطة. بعد أن تأكد من أن التابوت يحمل جثة حميد
وبعد أن تثبت من الأوراق التي سلمها الطبيب الشرعي وضع خاتمه النحاسي على الشمع الذي أذيب على أماكن المسامير التي أغلقتها. من وجهة نظر إدارية لم يعد هناك من إجراء، كان التابوت سيحمل في الصباح إلى المطار. وفي تلك الليلة حضر صديق كارولين وأحضر معه كمية هامة من مسحوق الكوكايين وكمية أخرى من الحشيش. تم فتح التابوت من الأسفل، ووضعت أكياس المخدرات حول جثة حميد ومن فوقها، بل إن بعض الأكياس دست في كفنه، ثم أعيد إغلاق التابوت. لم يكن هناك أي أثر يشي بأن التابوت فتح وأعيد إغلاقه. كانت كارولين وصديقها موقنين بأنهما نجحا في تدبير عملية العمر. في الصباح تم نقل الصندوق إلى مطار أكادير لشحنه على متن الطائرة التي ستقلع عصر ذلك اليوم إلى باريس. كانت كارولين المتشحة بسواد تخفي بالكاد فرحتها لما انتهت إجراءات تسجيل التابوت، ولكن الذي لم يوضع في الحسبان قد حدث. فبينما كانت كارولين وصديقها ينتظران حلول موعد السفر، صدح مكبر الصوت بنداء يطلب من السيدة كارولين بوغار الالتحاق بمكتب الشرطة. نظرت إلى صديقها ثم نهضت ومشت نحو مكتب الشرطة. فوجئت بوجود والدة حميد. كانت المرأة العجوز تبكي، تطلب أن تلقي على جثة ابنها نظرة الوداع الأخيرة. في خضم المفاجأة كانت كارولين تتساءل كيف حضرت العجوز إلى المطار ومن الذي أخبرها. كانت المرأة تبكي وتطالب بنظرة أخيرة إلى وجه ابنها. ردت كارولين بأن الأمر غير ممكن بما أن الشرطة ختمت على التابوت، ولكن المرأة كانت مصرة. أشفق لحالها العميد وأبلغ النيابة العامة عبر المصلحة الولائية للشرطة القضائية. فوجئت كارولين بالموافقة على فتح التابوت. كانت النيابة العامة قد اشترطت أن يحضر الضابط الذي وضع أختامه ويختم التابوت من جديد بعد أن تنظر المرأة إلى وجه ابنها للمرة الأخيرة. اضطربت كارولين، حاولت أن تتذرع بأن موعد الطائرة قد اقترب، ولكنها لم تفلح. فتح الصندوق، وكم كانت كبيرة مفاجأة مصالح الأمن. حول جثة حميد بوغار أكياس من الكوكايين يزن الواحد منها 3 كيلوغرامات، في المجموع أحصي 30 كيسا، فضلا عن كمية هامة من الشيرة. تم القبض على كارولين وصديقها وسيق إلى المفوضية. هناك اعترف بأنهما خططا لهذه العملية لتكون عملية العمر، وأنهما يعملان لحساب شبكة تتمركز في باريس ويتسع نشاطها إلى أقطار أوروبية عدة. بعد أن أنهي البحث مع كارولين وصديقها وتقديمهما أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وبأمر من المدير العام للأمن الوطني، أعد والي أمن أكادير ملفا متكاملا لتوجيهه إلى السلطات الفرنسية. كان الملف يتضمن كل المعلومات حول الشبكة المستقرة بباريس. في سياق التحقيق اعترفت كارولين بأنها حملت حميد على التوقيع على وثيقة لا تعكس رغبته، إذ كان يرجوها أن تعمل على دفنه في المغرب. وتأسيسا على ذلك تمكنت والدة حميد من استعادة جثة ولدها لتدفنها في القرية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. الحلقة الأولى. عصر 10 يوليوز من العام 10 و2000، وكان يوم السبت، تلقت قاعة المواصلات بولاية أمن الدار البيضاء مكالمة من رجل قال إنه من سانديك العمارة 51-200-1000 بشارع الزرقطوني. أبلغ الرجل عن رائحة كريهة تنبعث من إحدى شقق العمارة. لم يستبعد المتكلم أن تكون رائحة جثة متحللة. قال إن حارس العمارة طرق باب الشقة أكثر من مرة ولكنه لم يتلق ردا.
قصد العميد محمد العمري إلى العمارة المذكورة. كانت الشقة 25 توجد في الطابق الخامس، وهي في ملك مواطن مغربي مقيم في فرنسا أوكل أمر كرائها إلى مكتب للمعاملات العقارية يوجد في ساحة محمد الخامس. قال حارس العمارة إنه حاول الاتصال بالوكالة العقارية ولكنها كانت مغلقة للعطلة السنوية، ولذلك فإن السنديك اضطر إلى الاتصال بالشرطة. طرق العميد العمري باب الشقة، لا من مجيب. اتصل بممثل النيابة العامة المكلفة بالمداومة. كانت التعليمات تقضي بأن لا يتسرع في اقتحام الشقة وأن يبدأ بإجراء بحث يشمل سكان الشقق المجاورة لمعرفة من يتردد على تلك الشقة. وبعد الاستماع إلى عدد من الجيران علم من أحدهم أنه رأى مرة مساعد البقال أسفل العمارة المجاورة وهو يغادر الشقة بعد أن أدخل إليها بعض الأشياء. نزل العميد إلى محل البقالة، كان صاحب المحل غير موجود لحظتها. ترك له العميد العمري رقم هاتفه طالبا أن يتصل به فور حضوره. طلب من حارس العمارة أن يبقى يقظا ثم عاد إلى مقر ولاية الأمن. في 7 مساء أبلغ بأن صاحب محل البقالة ينتظر زيارته. انتقل فورا إلى شارع الزرقطوني. علم من البقال أن الشقة مستأجرة من قبل رجل من الرباط يشغل وظيفة مهمة، وأنه يأتي إليها من حين إلى آخر ليمضي بها بعض الوقت ثم يغادر. قال البقال أيضا إن الرجل المهم يوكل إليه في كثير من الأحيان أن يحمل إلى الثلاجة فواكه ومشروبات، وإنه كان قد ترك له نسخة من مفتاح الشقة. على الفور طلب منه العميد أن يحضر المفتاح ويرافقه إلى الشقة. لما فتح الباب صارت أقوى تلك الرائحة المنبعثة من الشقة. دخل العميد ويده على أنفه. في الغرفة الوحيدة في تلك الشقة الصغيرة بجوار المطبخ والحمام تم اكتشاف جثة امرأة شابة على الفراش. كانت عارية وقد بدأت تتعفن. كانت ملامح وجهها توحي بأنها قضت اختناقا، عيناها جاحظتان. أمر العميد أن تبقى في الوضع الذي وجدت عليه. سارع إلى إبلاغ نائب وكيل الملك الذي أمر بمباشرة المعاينة وباتخاذ كل ما من شأنه أن يحافظ على معالم الجريمة. لاحقا حضر نائب وكيل الملك وتم انتداب مصلحة مسرح الجريمة والطبيب الشرعي للقيام بالخطوات الأولى على طريق البحث عن حل للغز الجثة. تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات. بعد 4 ساعات كان الطبيب الشرعي يحاول إنطاقها، في حين تمكن خبير مسرح الجريمة من اكتشاف عدة آثار لبصمات كانت واضحة بما يكفي، بصمات في غرفة النوم وفي المطبخ وفي الحمام أيضا. رجح الخبير أن الحمام يحتفظ بآثار ما اعتقده المعركة الأخيرة للضحية من أجل البقاء. كان الستار البلاستيكي للحمام قد اقتلع من مكانه. تم العثور عليه ممزقا فوق الفراش في غرفة النوم. حصل العميد العمري من البقال على رقم هاتف الرجل الذي يكتري الشقة. كان يدعى عباس الفارسي. في الواقع وجد البقال نفسه في موقف لا يحسد عليه، فهو يتوفر على مفتاح شقة وجدت بها جثة امرأة، وإلى أن يثبت العكس فهو مشتبه فيه. وحتى يبعد عن نفسه الشبهة فإنه أبدى حرصا شديدا على التعاون مع المحققين وإلى أقصى حد ممكن. كشف للعميد العمري أن رجلا آخر اسمه علي الشلواطي يتردد أيضا على تلك الشقة. قال إن الرجلين رغم كونهما تخطيا منذ زمن بعيد زمن الصبا والشباب، فإنهما كانا يستعملان الشقة مكانا للقاء بنساء يقضيان معهن لحظات حميمية. قال إن الواحد منهما لما يكون قادما إلى الشقة يتصل به ويطلب منه أن يزود الثلاجة بالفواكه والمشروبات. كان قد اتفق معه أن يترك الباب مواربا.
لما سأله العميد رد البقال أنه لا يعرف النساء اللواتي كن تأتين إلى الشقة، كن تتسللن إليها دون أن تثرن الانتباه. أضاف أنه موقن أن الأمر لا يتعلق ببائعات الهوى، بل بنساء حريصات على أن لا يعلم أحد بما كن تقمن به. اتصل العميد هاتفيا بالسيد علي الشلواطي وطلب منه الحضور إلى شقة شارع الزرقطوني. بعد أقل من ساعة كان الرجل حاضرا، فاجأه وجود سيارات الشرطة أسفل العمارة، كان يبدو خائفا. أخذه العميد إلى المكتب المخصص لاجتماعات السانديك، أكد له أنه يتقاسم الشقة أعباء كرائها واستعمالها مع صديقه السيد عباس الفارسي. علم العميد أن الرجل يعمل مدير أحد الأقسام في إحدى الوزارات في الرباط. قال علي الشلواطي إنه لا يعرف المرأة التي عثر عليها ميتة في الشقة، وإنه لا علاقة له بها، وكان أحد الأعوان قد رافق الشلواطي إلى المشرحة حيث تعرف على المرأة. قال إن صديقه عباس الفارسي كان يتخذها خليلة منذ بضعة أشهر. استنتج العميد أن الصديقين كان يحرصان على ألا تلتقي النساء اللواتي يقيمان معهن علاقات. كان الرجلان وقد اقتربا من الستين شديدي الحرص على ألا يفتضح أمرهما. كثيرات من النساء اللواتي أقاما معهن علاقات كن في عمر بناتهما. أكد علي الشلواطي ما قاله البقال بشأن الكيفية التي تتسلل بها النساء إلى الشقة. كان على العميد أن يستمع إلى الشريك الآخر في الشقة عباس الفارسي. حصل على رقم هاتفه الشخصي من البقال، اتصل به ولما أجاب طلب منه الحضور إلى مقر ولاية أمن الدار البيضاء لأمر يهمه. لم يرد العميد أن يخبره هاتفيا بالموضوع. كان الرجل يتحدث بنبرة فيها تعال واضح. رد على العميد بلهجة حادة، هدده بأنه سوف يتصل بوالي الأمن ليشكوه إليه لأنه تجرأ على إزعاجه بينما هو في عطلة نهاية الأسبوع. إذ ذاك أبلغه العميد بأن صديقه علي الشلواطي متورط في جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة عثر على جثتها في شقة شارع الزرقطوني بالدار البيضاء. أبلغه أيضا بأن صديقه الشلواطي يزعم أن المرأة كانت صديقته هو، وعليه أن يحضر إلى مقر ولاية الأمن للاستماع إليه. كان العميد العنبري يسمع أنفاس الفارسي الذي صمت لحظات كادت تطول، بعدها خفف من حدة خطابه، اعتذر عما صدر عنه وطلب من العميد أن يمهله إلى الغد. قال إنه بصدد إعداد ملف يتعين عليه أن يقدمه إلى الوزير. كانت سنوات العمل الطويلة قد عودت العميد على حدة الخطاب وأحيانا الجرأة الخارجة عن حدود المقبول التي كان يقابل بها رجال الأمن من أشخاص يظنون أنهم فوق كل شبهة وأن مناصبهم تحميهم من المتابعات. لما أنهى مكالمته مع الفارسي وقف بباب المكتب عون من مصلحة التشخيص القضائي، كان يحمل جذاذة تخص هوية المرأة التي اكتشفت جثتها في شقة شارع الزرقطوني. اسمها عتيقة بن راجي، من مواليد فاس في 25 من مارس من العام 80-900 وألف. مهنتها مضيفة طيران تعمل لحساب شركة فرنسية. عنوان إقامتها حي بوسيجور بالدار البيضاء. توصلت مصلحة التشخيص القضائي بولاية أمن الدار البيضاء إلى تحديد هوية الجثة التي تم اكتشافها في 10 يوليوز من العام 10 و2000 في شقة بعمارة تقع في شارع الزرقطوني. مساء ذلك اليوم وقف بباب مكتب العميد محمد العنبري عون من مصلحة التشخيص القضائي وبيده جذاذة تخص الضحية. في نهاية المطاف تسنى رفع بصمات الجثة وإن بصعوبة بالنظر إلى الحالة التي كانت عليها. نذكر أن ما أثار الانتباه إلى وجودها في الشقة الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث منها. نطقت البصمات بهوية صاحبتها، يتعلق الأمر بعتيقة بن راجي وهي شابة من مواليد فاس
في 25 من مارس من العام 8900 تقيم في حي بوسيجور بالدار البيضاء، ومهنتها مضيفة طيران كانت تعمل لحساب شركة فرنسية. مر بنا في حلقة أمس أن شقة شارع الزرقطوني كان يكتريها رجلان، أحدهما يشغل منصب مدير مصلحة في إحدى الوزارات واسمه عباس الفارسي، أما صديقه الذي يقيم بالدار البيضاء فاسمه علي الشلواطي. كانت التحريات التي قام بها الباحثون على رأسهم العميد العمري قد أفضت إلى أن الرجلين عباس وعلي يتعاملان مع بقال أسفل العمارة المجاورة للعمارة حيث توجد الشقة. علم العميد أنهما كانا يستعملان الشقة 25 الموجودة في الطابق الخامس من العمارة لقضاء أوقات حميمية مع خليلات لا يبدو أنهن من بائعات الهوى المحترفات. كان الرجلان لما يرغبان في استعمال الشقة يتصل الواحد منهما بالبقال فيطلب منه تزويد ثلاجة الشقة. كان قد اتفق معه أن يترك الباب مواربا بعد أن يضع البضاعة في الثلاجة. إذ ذاك تتسلل الواحدة من تلك النسوة إلى الشقة دون أن تثير الانتباه. كان البقال في موقف حرج، صار من المشبوه فيهم إذ اكتشفت لديه نسخة من مفتاح الشقة. ربما كان الحال أهون لو تعلق الأمر بسرقة أو، ولكنه يتوفر على مفتاح شقة عثر بها على جثة امرأة. هذا الموقف جعل البقال يبدي تعاونا كاملا مع المحققين، كان يسعى جاهدا إلى الانفلات من نطاق الشبهة. صباح اليوم التالي الأحد كان العميد على موعد مع عباس الفارسي، وكان الأخير قد سعى إلى تسخير علاقاته بما يوفر له نوعا من الحماية، وفي سبيل ذلك اتصل بمدير الشؤون الجنائية في وزارة العدل الذي اتصل بممثل النيابة العامة بالدار البيضاء وأوصاه خيرا بالسيد عباس، لكن دون التهاون في تطبيق القانون. مثل هذه المساعي لم تكن بالأمر الجديد بالنسبة للعميد العمري. كان العميد يعي حساسية الموقف الذي يوجد فيه السيد عباس الفارسي، ولذلك كان حريصا على تفادي تسريب الخبر إلى وسائل الإعلام. وصل الرجل في الموعد المحدد، تبدل خطابه بين أمس واليوم، صار لبقا بل إن ملامحه كانت تعبر عن نوع من الاستعطاف. سأله العميد عن صلته بعتيق بن راجي، ولكنه عوض الإجابة عن السؤال مباشرة راح يشرح حساسية الموقف الذي يوجد فيه ويتساءل عن الذي سيحدث لو علمت زوجته وأبناؤه وبناته. في النهاية أقر بأنه كان يتخذ عتيقة خليلة منذ بعض الوقت، وإنه في المرة الأخيرة التي التقاها تركها كدأبه في الشقة بعد أن ضاجعها. كان متفقا معها على أن تغادر الشقة بعد أن يكون هو قد انصرف منذ فترة حتى لا يثير الشبهات. كان يطلب إبعاده عن قضية القتل، ولكن العميد أجابه بأن بصماته موجودة في كل مكان في الشقة، وذكره بأنه لا يحق له أن يغير شيئا في الملف. لما استمع إلى أقواله طلب منه التوقيع على المحضر، وبعد أن تم أخذ عينة من دمه لإحالتها على المختبر ودعه وطلب منه أن يبقى على استعداد للمثول فور استدعائه. لم يتم وضع عباس الفارسي رهن الحراسة النظرية. ظهر ذلك الأحد في المستودع البلدي للأموات باشر الطبيب الشرعي تشريح جثة الضحية. كان العميد محمد العمري وهو يغالب الإرهاق الذي يعانيه يتابع عملية التشريح مرحلة بمرحلة، وقد أكدت نتائجها الأولى الفرضية التي نطق بها الطبيب الشرعي عند معاينته الأولية للجثة. تأكد الآن أن المرأة الشابة عتيقة بن راجي إنما ماتت اختناقا خنقها قاتلها بستار الحمام الذي عثر عليه ممزقا بالقرب من الفراش حيث انتهت مضيفة الطيران جثة بلا حراك. قال الطبيب الشرعي إن عتيقة تعرضت للخنق أثناء استحمامها، وإن جثتها تحمل آثار علاقة جنسية. أخضعت لكشط مهبلي وأحيل السائل على المختبر للتحليل. أكدت مصلحة التشخيص القضائي أن من بين البصمات التي اكتشفت في الشقة بصمة للسيد عباس الفارسي.
كان رقم بطاقة تعريفه الوطنية كافيا للتحقق من ذلك، فقد تفادى العميد إحالة الرجل على التشخيص القضائي لأخذ بصماته. قرر عباس أن يمضي ليلة الأحد إلى الاثنين في ضيافة صديقه وشريكه في الشقة علي الشلواطي. في تلك الليلة لم يغمض للرجلين جفن، ظل يتدارسان كل الاحتمالات ويفكران في كل الحلول الممكن منها والمستحيل. كان عباس الفارسي الموظف السامي يعلم أن العميد قد يستدعيه في الغد للمثول أمامه من جديد. من الأمور التي ظلت تحير العميد محمد العمبري أن فريق مسرح الجريمة لم يعثر في الشقة على أثر لبصمات البقال، بالرغم من أنه أقر بأنه كان يدخل الشقة وينقل إليها طلبيات علي الشلواطي أو عباس الفارسي. تبادر إلى ذهن العميد احتمال أن يكون البقال كان يستعمل القفازات عندما يلج الشقة، أو أنه حرص على محو كل أثر لدخوله إليها، ولذلك قرر زيارته من جديد في محله في ساعة متأخرة من مساء الأحد. وبينما كان في الطريق إليه تلقى مكالمة من مدير مختبر التحليلات، أبلغه بأن ما استخرج من مهبل الهالكة يمثل سائلين منويين، أحدهما لعباس الفارسي والثاني لشخص غير معلوم. لما وصل طلب العميد من البقال أن يشخص أمامه كيف كان ينقل الطلبيات ليضعها في الثلاجة وكيف يغادر الشقة. جاءت إعادة تشخيص مطابقة تماما لما سبق أن أقر به الرجل. كان يتناول مفتاح الشقة الذي يضعه في الدرج حيث يضع المال المتحصل من تجارته، يأخذ البضاعة المطلوبة ثم يتوجه إلى الشقة، يفتح الباب، يتوجه إلى المطبخ ويضع البضاعة في الثلاجة، ثم يغادر تاركا الباب مواربا. في طريق العودة رافق العميد البقال، ولما وصل المحل لاحظ العميد وجود مساعد للتاجر لم يكن قد رآه من قبل. كان شابا يقوم بتنظيف المعروض من الخضر. سأل عنه البقال فأكد له أنه مساعده. تقدم العميد من الشاب وسأله عمن يكون. قال إنه من أقرباء البقال يساعده منذ عدة أعوام في ترتيب البضائع وتنظيفها، كما أنه يحمل الطلبيات إلى منازل عدد من الزبناء. لاحظ العميد أن الشاب يرد على الأسئلة بسرعة لافتة للانتباه، وكأنه أعدها من قبل، وكأنه توقع الأسئلة التي تطرح عليه. وحتى لما سأله العميد أين كان في تلك الليلة التي يفترض أن عتيقة بن راجي تعرضت فيها للقتل، رد الشاب بشكل شبه آلي أنه كان في عطلة وذهب إلى المدينة متفسحا في شوارعها. لم يكن يتوقع أن يسأله العميد عما إذا كان هو من زود ثلاجة الشقة 25 ذاك المساء. رد الشاب بالنفي. بالنسبة للعميد فإن الرجل من حيث لا يدري أكد أنه دخل الشقة من قبل. صار الآن في قائمة المشبوه فيهم شخص جديد هو مساعد البقال. أمر العميد بنقل البقال ومساعده إلى المفوضية يتعين الحصول على بصمتهما الجينية للتحليل. بعد تدوين أقوالهما في محضرين أخلى سبيلهما وطلب منهما ألا يغادر محل البقالة. في ساعة متأخرة من الليل آوى العميد إلى فراشه، ولكنه لم يستطع النوم إذ ظلت القضية تشغل باله. في الصباح اتصل بمدير المختبر يستعجله نتائج التحليلات. كان الأخير قد توصل بها لتوه. أبلغه بأن السائل المنوي المجهول الذي استخرج من مهبل الجثة إنما هو لمساعد البقال المدعو موسى الناقور. صار ضروريا الآن إخضاع موسى لاستنطاق جديد. لما أحضر فاجأه العميد بسؤاله عن المرة الأخيرة التي زار فيها الشقة المعلومة. أجاب كما في الاستجواب السابق بأنه لم يزورها يوم تعرضت عتيقة للقتل. سأله عن محل سكناه فقال إنه غالبا ما يبيت في الدكان، وإن كان يستأجر غرفة في عمارة بحي مولاي رشيد. قال إنه لا يذهب إلى تلك الغرفة إلا حين يكون في عطلة. يقتضي التحقيق تفتيش تلك الغرفة. انتقل معه العميد إلى حي مولاي رشيد، أخضعت الغرفة إلى تفتيش دقيق. لم يظهر ما يفيد البحث، وفي لحظة أخيرة
نظر العميد في كأس من البلاستيك كان في الحمام، كانت به شفرات حلاقة مستعملة ومقص ومفتاح. تناول العميد المفتاح، لم يكن به صدأ بالرغم من رطوبة المكان. سأل العميد موسى عن المفتاح فادعى أنه لا يتذكر مصدره. رأى العميد أن المفتاح جديد وقد يكون نسخة استحدثت من وقت قريب. لما عاد إلى المفوضية قارن ذلك المفتاح بالمفتاح المحجوز والذي كان في حوزة البقال، كان متطابقين. نقل موسى إلى الشقة وتم إحضار البقال. تم استعمال المفتاح المحجوز والذي كان لدى البقال ففتح الباب، ثم تم استعمال المفتاح الذي عثر عليه في سكن موسى ففتح الباب. اتصل العميد بعباس الفارسي وأبلغه بما جد في القضية. قال له ظهر ما يبعد عنك جناية القتل، ومع ذلك فإنه يتعين عليك الحضور إلى المفوضية مصحوبا بزوجتك للاستماع إلى شكايتها المحتملة في شأن الخيانة الزوجية التي تظل متابعا فيها. أدلى موسى الناقور باعترافات مفصلة. قال إنه لاحظ تردد نساء حسناوات على الشقة 25، وقبل بضعة أشهر تمكن من استنساخ المفتاح. كان يستغل الشقة للقاء بفتيات أغلبهن من الخادمات في تلك العمارة. لما رأى عتيقة انتظر أن يذهب عباس الفارسي، ولما انصرف تسلل إلى الشقة. كانت عتيقة في الحمام، باغتها، حاول الإمساك بها من الخلف، قاومت بقوة، أمسك بالستار البلاستيكي للحمام وخنقها به، كفت عن المقاومة، جرها إلى الفراش، ضاجعها وتركها ملقاة دون غطاء، ثم غادر المكان. كان العميد على موعد صباح الثلاثاء مع عباس الفارسي وزوجته لإقفال الملف، ولكنه لم يأتي في الموعد. اتصل به على هاتفه المحمول، لم يكن يجيب. ولما اتصل به في مكتبه أجابته الكاتبة، قالت إنه مات أمس في حادثة سير. علم العميد لاحقا أن عباس الفارسي لم يتقبل ضرورة إحضار زوجته إلى المفوضية، كان يخشى الفضيحة. كانت القضية تهيمن على كل حواسه. لم ينتبه وهو يسوق سيارته على الطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء أنه يسير بسرعة 180 كيلومترا في الساعة. في لحظة حاول تجاوز شاحنة، ولكنه تنبه إلى أن سيارة أخرى كانت بصدد التجاوز. اصطدمت سيارته بمؤخرة الشاحنة، لم يتبقى منها سوى صندوق الأمتعة والكراسي الخلفية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع.